أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. نبدأ اليوم المحاضرة الرابعة في الكاردو فاسكولار سيستم عن الهارت، وهي خاصة بالنورمال إي سي جي والأكسس. وكعادتنا فبنحب نبتدي بأسئلة على المحاضرة السابقة، وأتمنى البث يبقى معقول، وبعدينها ننزلها لكم بإذن الله على اليوتيوب. فنبتدي بالامتحان بتاعنا. والسؤال الأول في المالتيبل تشويس بيقول لي regarding the ventricular depolarization all are correct except. احنا عارفين في 3 فيكتورز في الفنتريكل. اول فيكتور اللي هو السيبتم، وده بيبقى الوحيد اللي from left to right. اما التو فيكتور الثانيين، الفيكتور الاساسي اللي هو نمره 2 اللي هو بياخد اللاترال وول، ده بيبقى from downwards and to the left. ليه to the left؟ عشان left ventricular upper. بعد ما بنوصل الابيكس، الفيكتور الثالث بيرجع تاني من الابيكس ناحيه البيز، فبيبقى upwards بس برضه to the left، برضه لان left ventricular upper. يبقى اخر تو فيكتورز اللي مهمين هما الاثنين بيبقوا to the left، بس واحد downwards رايح الابيكس والتاني رايح للبيز upwards. اول واحد هو الوحيد اللي بيبقى from right، بيبقى from left to right. فهو قال اختار الاجابه الخطا، choose the يعني all are correct except. قول لنا مين اللي غلط. فنمره ايه؟ فيكتور 1 is directed from right to left، دي غلط طبعا لان هو ده from left to right، خلاص مش من right للليفت، ده الوحيد اللي ما بيروحش الليفت، فتبقى دي الاجابه الخطا. انما فيكتور 2 اللي هو اللاترال وول از دايركتد داونوردز وتو ذا ليفت، وفاهمين ليه تو ذا ليفت؟ عشان ليفت فنتكل. فيكتور 3 اللي هو بيروح البيز ابورز اند تو ذا ليفت، دي برضو صح. وبعدين نمره دي اللينث اوف ذا فيكتور از دايركتلي بروبورشنال تو ذا ماس اوف ذا تيشو، دي صح. وعليه يبقى نمره 1 الاجابه الخطا وهي المطلوبه A فور الفا. السؤال الثاني regarding lead 3، lead 3 ده عشان برضو نعرف فكرة عنه، ده bipolar limb lead يسموه standard limb lead، بيبقى النيجاتيف الكترود على left arm والبوستيف الكترود على left leg. شوف فين الإجابة الصح، هل هو unipolar limb lead؟ لا، هو bipolar limb lead. هل النيجاتيف الكترود على الرايت ليج؟ لا، النيجاتيف الكترود بيبقى على الليفت ارم. هل البوزيتيف الكترود على الليفت ارم؟ لا، على الليفت ليج. نون اوف ذا اباف از كوريكت، طبعا هي دي الاجابه الصح، ولا حاجه في اللي فوق صح. السؤال الثالث ريجاردينج الاي في ار، الاي في ار ده يا اولاد اوجمنتد يونيبولار ليم ليد، في الاكسبلورينج الكترود بيبقى على الرايت ارم، وده الوحيد اللي فيه الاكسبلورنج اللي هو البوزيتيف الكترود على الرايت، على الرايت يعني كل الويفز ماشيه عكسه، عشان كده بتطلع انفيرتد مقلوبه. فبيقول لي هل هو باي بولار ليم بليد؟ خطا، هو اوجمنتد يونيبولار. هل البي ويف والتي ويف ار انفيرتد؟ صح، لانه هنا الاكسبلورنج على الرايت ارم، واحنا قلنا الفيكتورز رايحه ناحيه الليفت، فيبقى دي الإجابة الصحيحة إن في الـ P والـ T wave بتبقى inverted. B for baby. C، هل النيجاتيف إلكترود على الـ right arm؟ لا، الـ positive إلكترود هو اللي على الـ right arm. D، هل الـ positive إلكترود موجود عند الـ sum of the right arm و left arm و left leg؟ لا، دي فيها غلطتين. أولاً هو النيجاتيف إلكترود، وعن الـ sum مش بتاع التلاتة، بتاع الاتنين اللي فاضلين اللي هو الـ left arm و left leg. يبقى الإجابة الصحيحة B. regarding chest leads اللي هي unipolar chest leads او بيسموها pericardial leads، هل هي bipolar leads؟ لا، غلط. هل كل الليدز موجودين على الليفت سايد اوف ذا ستيردم عشان معظم الهارت ده ليفت؟ لا، فيهم واحد على الرايت سايد اللي هو ال V1. هل V5 و V6 are horizontally even with V4؟ دي اجابه صحيحه، على نفس الخط الافقي 5 و6 بتاع 4. طبعا 4 نفسه انتوا عارفين فين، ده في الميد كلافيكولار،
في الفيفث ليفت انتركوستال الفيفث ليفت انتركوستال سبيس. هل بيريكورد الاي سي جي في الفرونتال بلين؟ لا، في الهوريزونتال بلين. وعليه الاجابه الصحيحه هتبقى سي. السؤال الاخير: which lead does not view the inferior surface of the heart؟ طبعا inferior surface of the heart لازم يبقى الاكسبلورنج الكترود البوست الكترود موجودين تحت. مين اللي عندهم البوست تحت؟ ليد 2 و3 اللي هو ال ليفت ليج والاي في اف اللي هو برضو بيبقى البوست الكترود بتاعه هو ليفت ليج. يبقى بتوع الليفت ليج الثلاثه اللي فيهم الليفت ليج هو البوستيف هم دول اللي بيجيبوا صوره الهارت من تحت ويبينون الانفاركشن تحت. يبقى مش متضمنين بي اللي هي الاي في ال. الاي في ال دي بتجيب اللاترال وول، افتكرها ال اللي بتجيب اللاترال وول. وعليه الاجابات يا اولاد هيبقى السؤال الاول A فور الفا، الثاني D فور دادي، الثالث B فور بيبي، الرابع C فور كات، الخامس B فور بيبي. اتمنى ان بس يبقى يعني تدوني الفيدباك، هل الريزولوشن معقول؟ عشان يمكن يبقى ده الميعاد الامثل للاذاعه وبعد كده نبقى نحطها على اليوتيوب. فيعني حد يقول لي هل الصوره معقوله؟ ده الفكره، ان انا الصوره طبعا عندي بتبقى هايله بس ما بنعرفش بعد ما بتخش في النت بتبقى ايه، لان الجهاز اللي معايا طبعا ايباد برو ده المفروض انه احسن واحد، والكاميرا 13 ميجا بكسل يعني المفروض انه معقول. طيب انا بس ايه هنمشي يعني اسرع قليلا يا اولاد اللي فاهم انت زول في البث، ولكن اتمنى ان على يوم الخميس هغير المكان تماما يبقى الفكره تبقى احسن شويه. اوكي، وبنفكر برضو في حكايه ان احنا نسجل وبعدين حد يعلمني التقنيه ازاي انا انزلها على اليوتيوب، دي يمكن تبقى افضل، ونختار بقى المواعيد الانسب ليكم في اوانها. طيب نتوكل على الله ونبتدئ النورمال اي سي جي. طيب تعال نشوف النورمال اي سي جي يا اولاد. انا بس عاوز ابتدي بدايه انه الاي سي جي زي ما انت شايف اهو بيتكون من ويفز اللي هو البي والكيو ار اس والتي واليو، وقلنا سبب الحروف دي حروف ورا بعض اللي هما في الاول كانوا انتوفنز، كان اختار الاي والبي وهكذا، بس لما عدلهم اختار البي والاي والكيو ار اس والتي واليو اللي هما اربعة. ليه ابتدى بحرف البي؟ قلناها عشان دي كارد. احسن طريقه يا اولاد لشرح النورمال اي سي جي، وهو اهم سؤال في الاي سي جي، انك تشرحه بالطريقه الاتيه: تتكلم على الويفز ثم المسافات بين الويفز اللي هي باللون الاحمر اللي هي السيجمنتس، ثم لو خدت ويف وسيجمنت هنسميها في هذه الحاله انترفال. يبقى في ويفز وفي سيجمنت، ولو خدت ويفز ات سيجمنت نسميها انترفال. نبتدي يا اولاد بالويفز. انا قلت ان الفسيولوجي هو رياضه الطب، والسيركوليشن هي رياضه الفسيولوجي، والاي سي جي هو رياضه السيركوليشن. يعني اكتر حاجه عاوزه فهم، وبقول فهم يا اولاد مش معناها انها تبقى صعبه، فهم ده هيخلي الموضوع لطيف، ان عاوزين نفهم. فحسابيا لابد الشخص ذكي قبل ما يبتدي يتوقع ان هما اربعة ويفز. ليه؟ تعال نفكر. انا عندي يعني ايه الكتروكارديوجرام؟ الكتروكارديوجرام يعني هنسجل كهربة الهارت. طب احنا خدنا ان اي الكتريكال اكتيفيتي بتاخد صورتين، في تو الكتريكال اكتيفيتي اللي هو دي بولاريزيشن وري بولاريزيشن. طيب والهارت عباره عن كام نسيج؟ عباره عن نسيجين تو سنسيتيا مدمجين خلويين، اتريال سنسيتيم اهي وفنتريكولار سنسيتيا. يبقى حسبه سهله خالص، نسيجين اتريا وفنتريكل كل واحد عنده تو ويفز دي بولاريزيشن وري بولاريزيشن. يبقى قبل ما ابتدي حسابيا مفروض ان انا عاوز اسجل أربعة ويفز، اثنين للإتريا دي بولاريزيشن ري بولاريزيشن، واثنين للفنتكل دي بولاريزيشن وري بولاريزيشن. فنبتدي. أول حدث بالعقل يا أولاد،
ان الكهرباء بتبتدي من اس انود، فاول حاجه بتتكهرب هو الاتريا، بيحصل لها دي بولاريزيشن، يبقى اول حدث كهربائي هو الاتريال دي بولاريزيشن. تمام، يسجل اول ويف اللي هي البي ويف اهي دي البي ويف. طيب تاني حدث بعد ما خلص الاتريال دي بولاريزيشن، كان لابد ان يحدث شيئان في ان واحد، لازم نكمل بفنتريكولار دي بولاريزيشن وفي نفس الوقت الاتريا اللي عملنا له دي بولاريزيشن نعمل له ريبولاريزيشن. يعني في وقت واحد لازم يحصل حاجتين، الاتريا نعمل له ريبولاريزيشن اهي الويف المقلوبه لانها عكس الدي بولاريزيشن، يسموها تي بي، ودي مش هنشوفها معلش اسمها تي بي، انما المفروض بيحصل اتريال ريبولاريزيشن، وفي نفس الوقت يحصل فينتريكولار دي بولاريزيشن اللي هو كنا قلنا كام فيكتور يا اولاد، ثلاث اتجاهات، ثلاثه فيكتور، فاكر فيكتور 1 اللي هو بتاع السبتم كان بيبقى ده الوحيد اللي تو ذا رايت فروم ليفت تو رايت، التو فيكتور الثانيين بيبقوا تو ذا ليفت لان الليفت فينتريكل هو الاقوى، واحد داونرز لحد الايبكس ده الاساسي بياخد اللاترال وول، وواحد ابورز بياخد البيز وبرده تو ذا ليفت. فبيعملوا حاجه اسمها يا اولاد كيو ار اس، وبليز ما تغلطش، كومبلكس، يعني البي نقول بي ويف للاوائل، انما الكيو ار اس دول تلاتة ويفز، فنقول كيو ار اس كومبلكس. يبقى الديبولاريزيشن بتاع الفنتك اللي هو كيو ار اس وقع في نفس وقت الريبولاريزيشن بتاع الاتريا اللي هو التي بي. طب بالله عليكم الجالفانوميتر عنده مؤشر واحد بتاع الاي سي جي، ما احنا قلنا الاي سي جي ما هو الا جالفانومتر حساس بيقيس كهربة الهارت، ديش الهارت كهربا، بيقيس كهربة الهارت. يبقى يسجل مين؟ يسجل الاقوى كيو ار اس، ويغض البصر عن اضعف اللي هو الريبولاريزيشن بتاع الاتري. يبقى مين الويف اللي سقطت، ويف اساسيه في الاي سي جي وسقطت؟ الاتريال ريبولاريزيشن، لانها ماسكد باي ذا كيو ار اس كومبلكس. بعد كده يحصل فنتريكولار ريبولاريزيشن ويمثله هنا التي ويف. خلاص، يبقى اللي سقطت مننا ويف واحده اللي هو الاتريال ريبولاريزيشن. طيب في بعض الناس بعد التي ويف في حرف ايه في الابجديه الانجليزيه بعد تي؟ في يو ويف، تيجي يو ويف. اليو ويف اللي اذا ظهرت فدي بتمثل ريبولاريزيشن اوف بابيلاري ماسل. يعني لو حضرتك عندك الزوائد اللحميه اللي هي جوه القلب اللي ماسكه في الكورده تنديني كانت قويه انف، احنا قلنا الكهرباء بتعتمد على الماس اوف تيشو، فلو واحد قلبه قوي انف البابيلاري ماسل قوي انف هيتسجل عنده اليو ويف، يبقى بتمثل ريبولاريزيشن اوف بابيلاري ماسل. ونيجي للعبط، انا بقولها بطريقه الطلبه عمرها ما ينسوها، اليو يو منك، يعني ايه يو منك؟ يعني البابيلاري ماسل بتاعتك محترمه تسجل قويه انف بحيث تسجل لها كهرباء. فالطالب يقول لي انا افتكرت انها بابيلاري ماسل بس نسيت هل هي دي بولاريزيشن ولا ريبولاريزيشن. اهو ده بقى العبط اللي ما بحبوش يا اولاد. اليو دي بتيجي بعد التي، احنا بقالنا ساعه مخلصين الدي بولاريزيشن اوف اتريا اللي هو البي ويف والكيو ار اس كومبلكس، وبدانا التي ويف اللي هو الريبولاريزيشن اوف فينتكل، فايه اللي هيرجعنا تاني للدي بولاريزيشن؟ احنا دلوقتي في ريبولاريزيشن، اليو بعد التي والتي دي ريبولاريزيشن، يبقى لازم اليو تبقى ريبولاريزيشن بس اوف بابيلاري ماسل. وقلتها بطريقه جميله، يبقى كان المفروض يبقى عندي اربعه ويفز اساسيين، سقطت مننا الاترا ريبولاريزيشن ماسك بكيو ار اس كومبلكس، وربنا بقولها مجازا عوضنا عنها في بعض الناس باليو ويف اللي هي يو منك اللي هي بابيلاري ماسل ريبولاريزيشن. وعليه تبقى بطريقه سهله يا اولاد، اول تو ويفز دي بولاريزيشن واحد واثنين بي وكي ار اس كومبلكس، والتو ويفز اللي بعديهم ريبولاريزيشن اللي هو التي واليو، وحتى منطقيه الاول الدي وبعدين الري.
اول تو ويفز البي ويف والكيو ار اس كومبلكس دول دي بولاريزيشن، اما التي واليو ويف بيبقوا ري بولاريزيشن. حلوه كده. طيب ده للفهم، ما تكتبش الكلام ده، احنا هتكتب اللي جاي دلوقتي. اللي جاي هو اللي هيتكتب، اللي هو كده جدول تاريخي جميل عامله لعبد الله عن الويفز والاي سي جي، وبنفس الطريقه اللي بنشرحها فيها في نورث امريكا، امريكا وكندا. او جدول، وانا ما عشقت مثل عشق النظام زي ما انتم عارفين. الاول قلت لكم هوريكم الحته دي بس مؤقتا، ان النورمال اي سي جي بنشرحه للطلبه اللي هي عقليتها مرتبه، ويفز اللي هي باللون الازرق ما بينها سيجمنتس باللون الاحمر، ثم ويف مع سيجمنت نسميها انترفلز. فنبتدي بجدول ويفز، وانا عاملهم كلهم جداول على فكره، جدول للويفز طريقه رائعه، احب النظام قوي، وجدول للسيجمنتس وجدول للانترفلز. تيجي بال ويفز، هنشرح كل ويف في ست نقط عشان نتفق مسبقا. اول ثلاث نقط عليهم 80% من النمره، والثلاثه اللي بعديهم 20%. يعني برضو بعلمك المذكره فن، التحصيل فن اخر، المهم فالاقل اهميه. يبقى ست نقط، اول ثلاثه 80 وهما الاسهل، والثلاثه الاصعب عليهم 20% من النمره. اول ثلاثه تقول لي ايه؟ كل ويف ريبريزنتس ايه؟ بتمثل ايه؟ ومش احنا قلنا مرسومه على مربعات عشان نعرف الديوريشن والامبليتيود الفولتج؟ فتقول لي كل ويف بتمثل ايه؟ ريبريزنتس ايه؟ ومدتها ايه؟ والفولتج بتاعها قد ايه؟ وعندي طريقه جميله هحفظكم بيها. الثلاث نقط اللي بعد كده اقل اهميه. شكل الموجه، الشيب، الدايركشن، هل هي بتطلع بوزيتيف ابورز ريفليكشن في معظم الويفز قلنا ما عدا الاي بي ار، ولا بتطلع نيجاتيف. وبعدين نقطه بنزودها على الجامعات عندنا العربيه، وهي الكلينيكال امبورتنس. وانا بستغرب يا اولاد في جامعاتنا العربيه ان يشرحوا كله من غير الكلينيكال امبورتنس. الله، ده احنا بناخد الكلام ده عشان الاهميه الكلينيكيه مش عشان نتفرج عليه. فاحنا هناخد الاهميه الكلينيكيه، وايه خد بالك، فقط ما يخص الممارس العام او طبيب العائله بس، مش هندخل فيما يخص اخصائي القلب او اخصائي الاي سي جي. تاني بقى اول ثلاث نقط، كل ويف ريبريزنتس ايه، ودي اوريدي قلناها، والديوريشن والفولتج. كل ويف ريبريزنتس ايه، نقولها تاني، فاكرهم؟ اول اثنين دي بولاريزيشن، تاني اثنين ري بولاريزيشن. دي اهم نقطه في الثلاثه، يعني دي اكتر واحده بتيجي في الام اس كيو. البي ويف ريبريزنتس اتريال دي بولاريزيشن. طب الكيو ار اس قولها لي انت بقى، كومبلكس، اوعى تقول ويف، ريبريزنتس فنتريكولار دي بولاريزيشن. يبقى الاول اترال دي بولاريزيشن، وبعدين فنتريكولار دي بولاريزيشن. طب التو ويفز اللي بعد كده، التي ويف بتمثل فنتريكولار ري بولاريزيشن، وفي بعض الناس لو كان صحتك حلوه والبابيلاري ماسل قويه، يو منك يو منك، هنسجل اليو ويف بابيلاري ماسل ري بولاريزيشن. يبقى اول تو ويفز دي بولاريزيشن الايتر ثم الفنتكل، وهو كلام منطقي، والتو ويفز اللي بعديهم التي واليو فنتريكولار ري بولاريزيشن وبابيلاري ماسل ري بولاريزيشن. ولو ما نبهتكش، ناس كتيره بتغلط يا اولاد، ناس كتيره نسالها البي ويف بتمثل ايه يا بابا، يقول لي ايترال سيستول. شوف الغلطه الرهيبه، سيستول ايه يا بابا؟ السيستول ده ميكانيكال تشينج، احنا بنتكلم على الكتريكال تشينج. يبقى من حقك تعبط في حدود كلمه من اتنين، حاجه كهرباء، يا دي بولاريزيشن يا ري بولاريزيشن. اياك ان تنطق بكلمه سيستول وداستول. احنا بنقول الكتروكارديوجرام، بنسجل كهرباء، يا دي يا ري، ما بنسجلش سيستول وداستول، دول ميكانيكال تشينجز. في حاجتين ما احبهمش في حياتي، عدم النظام والعبط. نيجي للديوريشن، النقطه الثانيه، البي ويف 80 ملي سكندز او 8 من 100 من السكند، تجي لك كده او كده في الام اس كيو. اقول لك حاجه،
لا أذيع سرا. الزملاء بتوع الفسيولوجي يعني مخهم في حاجه مختلفه عن اللي بنمارسه في الكلينيكال. وانا اشتغلت كلينيشن في الاول، كنت ناقب في قصر عيني قبلها. احنا المدد دي ما بتهمناش، احنا بيهمنا المربعات. المربع الصغير فاكر حفظته لك بطريقه لطيفه، 40 ملي سكند، لما قلنا عليه بابا وال40 حرامي ويخلق من الشبه 40. فلما اقول البي ويف لازم تبقى اقل من 80 ملي سكند تبقى اقل من مربعين صغيرين، اكتر من كده يبقى البي كبرت يبقى الاترا كبر. طب الكيو ار اس 80 ملي سكند، التي ويف 160 ملي سكند، وقلت لك عندي طريقه في التحفيز يبقى حلوه. البي 80، الكيو ار اس كومبلكس 80، التي 160، يعني مجموعهم 80 160 حفظناهم. البي 80، الكيو ار اس 80، التي 160. طب طالب قال لي حاجه لطيفه قوي، ممكن تفسر لنا؟ قلت له سهل قوي، احنا قلنا الديوريشن يا بابا بتعتمد على inversely proportional to the velocity، كل ما الفيلوستي عليت يبقى الديوريشن تقل. فطالب بيسالني هو ازاي الفنتريكل الكبير الكبير الديبولاريزيشن بتاعته بتاخد نفس مده الاترا الصغير 80 ملي سكند؟ قلت له سهله جدا، ان احنا في الفنتريكل الديبولاريزيشن ما بيمشيش على النورمال فنتريكولار ماسلز، انما بيمشي على البركنجي فايبر اللي هي سبيشالايزد فور بروباجيشن، اسرع سرعه في القلب 4 متر في الثانيه. عشان كده البنتك الكبير انما الديبولاريزيشن بتاعه لانه ماشي على البركنجي السريعه بياخد نفس وقت الاترا الصغير 80 ملي سكند. وعندي دليل اخر واضح في الرسمه، لما يبقى الديبولاريزيشن سريع الابره تتحرك بسرعه، دي ما تقولهاش مش للزملاء، حتى دي للزملاء مش ليك، بيطلع شكل الويف سبايك لان الابره اتحركت بسرعه، انما هنا الابره بتتحرك ببطء والمسافه صغيره فخدت 80 ملي سكند فبترسم كيرف. عاوزك شيء من الخيال، لما الابره تتحرك بسرعه ترسم شوكه، لما تتحرك ببطء ترسم كيرف. دي ما تقولهاش لحد بس الفهم. وعندي دليل اخر ان التي ويف اللي بتمثل انتريكو ريبولاريزيشن، انا كنت علمتكم ان ربنا مستعجل على الديبولاريزيشن، اللي بيعمل الكونتراكشن هو الديبولاريزيشن مش مستعجل على الريبولاريزيشن. فالفنتريكولار ريبولاريزيشن لا يستخدم، اسمها هي ده سؤال ام اس كيو، لا يستخدم البركنجي، بيمشي على النورمال فنتريكولار ماسل اللي سرعتها زي الاترال ماسل تقريبا، عشان كده خدت مده طويله 160 ملي سكند. وبص لشكل الكيرف زي ما تقولها لهمش، ده ليك انت للفهم، هتلاقي الكيرف شكله مش سبايك، شكله كيرفت لان الابره ماشيه ببطء. يبقى الديوريشن قلناها تاني بطريقه سهله، الاتريا 80 ملي سكند، الفنتريكولار ريبولاريزيشن 80 ملي سكند، التي ويف اللي هو الفنتريكولار ريبولاريزيشن 160 ملي سكند. يبقى 80 160. اليو على فكره مدتها ملهاش اي قيمه، عشان كده مش حاطط عليها اللون الاصفر، انما يعني لهوات الحفظ 5% من ملي سكند. النقطة الثالثة بقى يا ولاد اللي هي الفولتج. احنا قلنا الفولتج بيتناسب في القواعد مع الماس وفي تيشو. فأنا بقولها بطريقة جميلة تحفظها بيها. بص الرسمة كويس. فبقول ارتفاع البي نص التي تقريبا والتي نص الار. فالبي ربع ملي فولت 25 ملي فولت، التي نص ملي فولت، الار 1 ملي فولت. يعني التي ضعف البي والار ضعف التي، والار واحد، يبقى الار واحد، التي نصها تبقى نص ملي فولت، البي نص النص يبقى ربع ملي فولت. يبقى حفظتك الديوريشن بطريقه حلوه 80 160، وحفظتك الامبليتيود بطريقه احلى ربع نص واحد، البي اصغر واحده الاتريا ربع، التي نص، الار 1 ملي فولت. ده امتى يا اولاد؟ لو كنت قايسها من الليم بليدز، لكن في حاله التشست ليدز اللي بنسميها بريكورديال ليدز، لما تحط الالكترودز دايركتلي على الفنتكل، الار هتتسجل اقوى، تتسجل 3 4 ملي فولت. انما لما تحط لي الالكترود في اخر الارم
وتسجل كهربه الفنتكل هيطلع 1 ملي فولت، انما في حاله التشيست ليدز 3 ل 4 ملي فولت. اليو نورمالي نوت ريكوردد. لو كتبت الثلاث نقط السهلين دول هتاخد 80% من نمره. البي والار بيمثلوا ديبولاريزيشن انترا وفنتريكل، التي واليو ريبولاريزيشن، واحده اوف فنتريكل والثانيه البابيلاري ماسل. طب والديوريشن فاكرها؟ يلا سمعها انت معايا. 80 80 160 ملي سكندز. طب والامبليتيود؟ ربع نص واحد. ربع البي نص ملي فولت، التي الار 1 ملي فولت، يعني 10 مربعات صغيره عشان انت عارف مربع صغير 1/10. اما اذا سجلتها من على التشيس تبقى 4 3 4. نيجي بقى للاوائل اللي هم عاوزين فوق 80%. هيتكلموا في ثلاث نقط ثانيه، الشيب والديوريشن، وهيزودوا في الكلينيكال امبورتنس. فالشيب قلت الاي سي جي، عاوز نفكر، مش عاوز عبقره، عاوز واحد بيفكر، مش عاوز عبقري. فكر معايا من فضلك، احنا الديبولاريزيشن بتاع الاتريا قلنا بيبتدي مين اللي بيبعت الويب؟ الاس انوت اهي. يبقى 100% مين اللي هيتكهرب الاول؟ الاول الرايت اتريوم ثم الليفت اتريوم، وعليه تبقى البي ويف نصها الاولاني الفيرست هاف بتاعها بيبقى في الرايت اتريوم، بيمثل الرايت اتريوم الاول الكهرب رايت اتريوم، النص الاولاني يمثل الرايت اتريوم والنص الثاني يمثل الليفت اتريوم. وعليه عشان تفهم يبقى امراض الرايت اتريوم تبان في النص الاولاني اللي هو بالكهرب الاول، وامراض الليفت اتريوم تبان في النص الثاني. ده ليه بنقول الكلام؟ طب نيجي الدايركشن. قلنا يا اولاد احنا مظبطين كل الالكترودز ان الاتجاه العام للكهرباء في القلب رايح تو ذا ليفت اند داونرز، فاحنا حاطين الليفت والداونرز والبوزيتيف. في ليد واحد في ال 12 اللي هو الاي في ار، الاي في ار من اسمه ار، حاطين البوزيتيف على الار على الرايت ار، يبقى ده الوحيد اللي بيطلع فيه بالشقلوب، فالبي تبقى انفيرتد في الاي في ار، ودي اللي جبتها لكم سؤال. يبقى كل البي ويف في معظم الليدز upright positive لفوق inverted في الاي بي ار. نيجي كلينيكال امبورتنس عشان نبقى زي طلبه نورث امريكا. خد بالك الكلينيكال امبورتنس هناك بنقول لهم المهم بس ما ينفع طالب طب، ما بندخلش في تفصيلات، وهنا نعمله معاك لكن ما نقولهمش خالص زي في الجامعات العربيه غلط، عيب قوي. فانا حتى عشان اسالها لك، الثلاثه ويفز الاساسيين البي والكيو ار اس كومبلكس والتي، كل واحد اتكلم عليه في ثلاث نقط مع شبط مثل عشق النظام. لو الاتريا توقف عن العمل، يعني حصل اتريال فايبريليشن، بدل ما الاتريا بينقبض كده الاتريا حصل له فايبريليشن، يبقى انهي ويف اللي تختفي؟ البي ويف. يبقى لما ابص في الاي سي جي الاقي مفيش بي ويف، يبقى الاتريا ما اشتغلش، ما دي بتاعه الاتريا. هيحصل فايبريليشن ويفز، يبقى في كهرباء بس الكهرباء كله فايبر لوحده، فلاقي ان البي ويف مش موجوده بس بدلها في اف ويفز، يعني ويفز صغيره فايبريليشن ويفز، بيبقى شكلها بالظبط عارف اسنان المنشار، لما تبص على منشار بتلاقي السنان بتاعته، هتلاقي بدل ما في بي واحده كده هتلاقي كذا بي صغيره زي وصغيرين جدا زي اسنان منشار. ادي ازاي بسهوله شديده بنشخص العيانين اللي عندهم اترال فايبريليشن. يبقى دي اول كلينيكال امبورتنس. طب تاني واحد، لو الاتريا كبر، حصل انلارجمنت فور اتريا، وانا قلت مين اللي بيكبر الاتريا يا اولاد؟ تعال اقولها لك كمعلومه. فكر امتى الاتريا بتاعتنا بيحصلها انلارجمنت؟ لو بتبذل مجهود، اي عضله لو بذلت مجهود تقوى وتكبر، حتى في الحاله اللي بيشيلوا حديد عضلاتهم بتقوى. اشهر سبب يكبر الاتريا ان يبقى في خلل في الاتريوينتيكولار فالف، في الفالف اللي قصاده، يا اما في ستينوزس فالاتريا بيضطر، يعني ستينوزس يعني ضيق، الاتريا انقبض جامد عشان يمرر الدم من الـ من الـ من الصمام الضيق، او في ارتجاع ريجستيشن، الدم بعد ما بيضخه بيرجع له تاني يضربه مرتين. يبقى الخلل في الترايكاسبيد فالف يكبر الرايت اتريوم،
الخلل في الميترال فالف يكبر ليفت ايه. طب هنا بقى الاسكاء، ما قلت اي سي جي رياضه الطب. احنا قلنا امراض الرايت اتريا بتبان فين؟ في النص الاولاني بتاع البي، البي هنا بتتكهرب الاول، النص الاولاني بتاع الرايت اتريا، النص الثاني بتاع ليفت اتريا. فلو لقيت النص الاولاني هو اللي كبير، يعني البي ويف بتبقى طول وبيك، يبقى ده خلل في رايت اتريوم. لكن لو لقيت النص الثاني، النص الاولاني صح والنص الثاني هو الكبير، يبقى ده خلل في الليفت اتريوم، بتبقى شكلها زي جمل بسلمين، واديني هوريك الرسمه اهي. يبقى لو النص الاولاني في الـ في الـ في الـ في البي هو الكبير، يبقى البدايه في البدايه، يبقى هنا ده بتاع الرايت اتريوم. لكن لو كان همبد وبيفت كده زي الجمل ابو سنمين، يبقى ده ليفت اتريوم. يبقى تاني كلينيكال امبورتنس ان الانلارجمنت في البي ويف معناها انلارجمنت في الاتريا، النص الاولاني في الرايت اتريوم، النص الثاني في الليفت اتريوم. وقلت لك معلومه ليك انت مش هتكتبها، ايه اللي بيكبر الاتريا غالبا وليس فقط؟ ارتجاع او ضيق في الصمام المناظر. طب تالت واحده، انه قلنا البي ويف بتبقى معدوله في كله ما عدا في الاي بي ار مقلوبه. ليه؟ لان الاتجاه العام للكهرباء في الاتريا بيبقى ناحيه البوزيتيف الكترود اهو. طب ايه رايك بقى انت لو واحد عنده بؤره خارجيه اكتوبيك فوكس، الاس انود باظت وبؤره خارجيه في الاتريا هي اللي بتشتغل، اتريا الاكتوبيك فوكس، ولنفرض ان انا مشاور عليها كده، يبقى الكهرباء تتجه ازاي بقى يا اولاد؟ تتجه بالعكس من الشمال لليمين، هتروح ناحيه النيجاتيف الكترود، يطلع البي ويف انفيرت. يبقى لو لقيت البي ويف انفيرتد مقلوبه في اي ليد غير الاي في ار، يبقى شخص وانت مغمض ان الاس انود مش هي اللي اشتغلت، اللي اشتغل اتريال اكتوبيك فوكس. صور الثلاث نقاط دول اللي خدوا وقت اطول عليهم 20% من النبره، بس نقولهم في عجاله تاني. يبقى الشيب والدايركشن والكلينيكال امبورتنس. الشيب قلنا البي اللي بنبتدي بالرايت اتريوم، يبقى النص الاولاني ده بتاع الرايت اتريوم، النص الثاني بتاع الليفت اتريوم. طب الدايركشن معدوله في كل الليدز ما عدا في الاي في ار، البي مقلوبه. طب كلينيكال امبورتنس ثلاثه، البي مش الاترا بطل يشتغل وفي اترا فايبريليشن، تختفي البي. الاترا تضخم كنتيجه لخلل في الترايكاسبيد او الميترال فالف، يبقى البي تبقى انلارجد، النص الاولاني تبقى طول، تبقى ده رايت اترا من لارجن، النص الاولاني معدول والنص الثاني هو اللي كبر، فبقى منظر البي كانها جمل بسنمين، تبقى ليفت اترا من لارجن. طب ثالث امبورتنس، مفروض البي معدوله في كله ما عدا في الاي بي ار، لو لقيتها مقلوبه في حاجه غير الاي بي ار، يبقى الكهرباء بدل ما جايه من اليمين للشمال، جايه من الشمال لليمين، يبقى في اكتوبيك فوكس. شفت لذيذ ازاي الاي سي جي يا اولاد؟ للدكتور الفاهم الشاطر. تقل الكي ار اس كومبلكس، ما بزقش شكلها. نقول الاتي، ان الكي ار اس كومبلكس اتفق بقى اتفاق غريب جدا، ان من هي الار ويف؟ هي الفيرست بوزيتيف ويف في الكومبلكس، يعني مش اول ويف نسميها كيو، لا، لو اول ويف بوزيتيف تبقى ار برضه، تاني ويف بوزيتيف تبقى ار، يبقى الار هي هي الاول ويف بوزيتيف في كيو ار اس. لو في قبلها ويف نازله لتحت، ايه الحرف اللي قبل الار؟ نسميها كيو. بعدها ويف نازله لتحت نسميها اس. ده اتفاق عالمي. يبقى لازم الار تبقى بوزيتيف. وعليه يا اولاد، ما اقدرش اقول بقى ان في الاي في ار الار دي بتنزل لتحت، اه هي بتنزل لتحت والكيو تطلع لفوق، في الحاله دي نسمي كيو ار، لان احنا اتفقنا ان اول ويف في كيو ار اس كومبلكس طالعه لفوق، ماليش دعوه كانت هي قبل كده ايه، اسميها ار. فليس من حق الاوائل ان هم يقول ان الكيو ار اس كومبلكس انفيرتد في الاي في ار، لا، الار عمرها ما تبقى انفيرتد، الار لازم تبقى بوزيتيف. الفيرست بوزيتيف ويف سميها ار، لو قبلها نيجاتيف تبقى كيو، بعدها نيجاتيف يبقى اس. وهديك مثال لطيف خالص، خد بالك معايا هنا. دلوقتي احنا عندنا ده الفنتكل،
ده اول فيكتور صغير اللي هو بتاع السيبتوم ده الوحيد اللي تو ذا رايت. ففي التشست ليدز في 1 في 1 دي الوحيده في التشست ليدز اللي هي ناحيه الرايت. يبقى هتعمل ايه؟ هتستقبل الفيكتور الصغير ده فتبتدي بانها ترسم ار صغيره بوزيتيف، بينما الاثنين التانيين هيروحوا بعيد عنها فترسم اس كبيره بعدها. يبقى في في 1 وفي 2 بتبقى الار صغيره لان هي اني واحد اللي سجل الار، اللي كان بيسجل في الباقيين كيو دلوقتي هو اللي رايح للبوست الكترود هو اللي هيسجل ار، واللي بعديها تبقى اس كبيره. والعكس في الفي 6 اخر واحده تو ذا ليفت هتلاقي رايح لها الاثنين الكبار هم رايح لها فتسجل ار كبير قوي وتسجل بعديها اس صغيره. يبقى الفي 1 وفي 2 الار صغيره والاس كبيره. ليه؟ لان مين اللي رايح للفي 1؟ الفيكتور الصغير واحد و2 و3 الكبار بيبعدوا عنه فيسجلوا اس كبيره. العكس الفي 6 هم رايحين للفي 6 يسجلوا ار كبيره وتبقى الاس صغيره. دي من اهم الحاجات في الطب، لما حضرتك تمسك الشريط بتاع الاي سي جي وتتفرج على السته بريكوردال تشيست ليدز لازم تلاقي من في 1 لفي 6 الار بتكبر والاس بتصغر. لازم سميها جروينج ار. انا قلتها لكم ان انا حفظتها لاجيال واجيال من الحاجات اللي بيذكروني بيها لما بقابلهم every يعني war in the world. كنت احفظها بطريقه حلوه عشان ما ينسوهاش والاهميه بتاعتها. فبقول لهم مثل جميل قوي بيقول كل شيء يبدأ صغيرا ثم يكبر. ده الار اهو، كل شيء بيبتدي من في 1 صغير ويكبر 2 اكبر 3 اكبر لحد 6 الا الحزن. الحزن يبدأ كبيرا ثم يصغر. الا السادنس، السادنس الاس الحزن بيبتدي كبير ويصغر. فكل مره الطلبه يفكروني انت قلت لنا شكل الكيو ار اس كومبلكس في التشيست ليدز الار بتكبر والاس بتصغر، وفاكرين انت قلتها ازاي؟ كل شيء يبدا صغيرا ثم يكبر الار، الا السادنس الاس يبدا كبيرا ثم يصغر. وعليه في الام اس كيو يقول لك اوصف الكيو ار اس في 1 وفي 2. البدايه الار صغيره وهتكبر والاس كبيره. اوصفهم في في 5 وفي 6 الار كبرت والاس صغرت. طب في 3 و 4 اللي هما في النص حتى دي مكتوبه خطا 3 هي المفروض في 4 بيبقوا الاثنين قد بعض. ما هي دي بتكبر ودي بتصغر فبيجي مرحله بتبقى بيسموها باي فيزيك الاثنين قد بعض اهي. يبقى الفي 1 والفي 2 الار صغيره والاس كبيره، في 5 و 6 الار كبيره والاس صغيره، في 3 و 4 باي فيزيك. طب ايه الاهميه الكلينيكيه الار تكبر والاس تصغر؟ الار هي المهمه يا اولاد. لو حضرتك مسكت الشريط بتاع الاي سي جي ولقيت الار ما بتكبرش يبقى الشخص ده تفتح ودنك، الار دي بتاعت الفنتركل، عنده سيريس فنتريكولار ديزيز او دامج. فيلير اوف ذا ار تو جرو معناها سيريس فنتريكولار دامج. ادي شكل الكيو ار اس والدايركشن بتاعتها. الدايركشن الار تملي بوست، مش عاوز عبط، مفيش حاجه اسمها اتقلبت زي البي في الاي في ار. لما بتتقلب بنعتبر الكيو الصغيره اللي طلعت لفوق هي دي الار، لان الار هي الفيرست بوزيتيف ويف. طب نيجي كلينيكال امبورتنس، نفس المنطق. احنا بناخد ديوريشن وامبليتيود. الديوريشن بتاعها كام؟ 80 ملي سكند. ليه صغير؟ عشان ماشي على البركنجي فايبر السريعه، فلو لقيتها اكتر من 120 ملي سكند يبقى ده معناها ان احنا ما استخدمناش البركنجي فايبر، ان في احد التو باندلز مقطوع. يسموها باندل برانش بلوك، بي بي بي. قلت من غير اهلي، انا تعمل لي يقول بي 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 اهلي لما كان ينتصر. فباندل برانش بلوك ومش عاوز عبط. افرض الرايت باندل اللي بيدي الرايت فنتكل اتقطع، يحصل ايه؟ مش الرايت فنتكل ما يتكهربش، اصل ما يتكهربش يعني ما اشتغلش يعني وقف، يبقى القلب وقف يبقى انت مت. لما بيتقطع باندل يا بابا الكهرباء بدل ما تمشي على الباندل السريع
هتمشي برضو هتمشي والفنتريكل برضو هيشتغل، بس على الفنتريكولار ماسل البطيئة، فعشان كده الديبولاريزيشن بتاع الفنتريكل هياخد مدة طويلة اكتر من 120 ملي سكن. يبقى اشهر حاجة بتطول الديوريشن بتاع الكيو ار اس هو الباند برانش بلوك. واقولها لك بالعكس، وازاي بنشخص الباند برانش بلوك؟ بان بنلاقي اول حاجة تسترعي انتباهنا ان الكيو ار اس واخدة اكتر من مربعين صغيرين، واخدة اكتر من 3، هي كان المفروض 80، هي واخدة اكتر من 3 ل 120 ملي سكن. طب هل في حاجة تاني تكبرها؟ الفنتريكولار اكتوبيك فوكس، لو في بقرة خارجية في الفنتريكل، وده بيبقى حاجة خطيرة ما يبقى في بقرة في الفنتريكل. في الاترا مش خطيرة قوي، في الفنتريكل خطيرة. الكهرباء بتاعت الاكتوبيك فوكس دي ما بتمشيش على البركنج، بتمشي على الفنتريكولار ماسل، فبرضه الديبولاريزيشن بتاع الفنتريكل هياخد فترة طويلة اكتر من 120 ملي سكن. ثالث حاجة الهايبركاليميا، زيادة البوتاسيوم. وواحد يقول لي برضو أهمية البوتاسيوم، وأنا ما قلتها لكش، ممكن تقعد بقية عمرك ما أنتش فاهم ليه بنركز على البوتاسيوم في الهارت. أخطر أين يا بابا يخشاه الهارت هو البوتاسيوم، وهقول لك ثلاث أرقام تحفظها أحسن من اسمك. نورمالي البوتاسيوم لازم يبقى تحت رقم الحسد 5.5، تحت 5 ملي اكوفلنت بير ليتر، عشان ما يحصلوكش لازم بوتاسيوم يبقى تحت 5. لو زاد كمان 3 بقوا 8 يحصل لك لخبطه في ضربات القلب، اريثميا نوت ريثمينج. كمان 3 بقوا 11 يقف القلب، ستوبج اوف ذا هارت. لدرجه كنت بقولها الطلبه تفتكر الحكايات اكتر، في بعض الولايات في امريكا بينفذوا حكم الاعدام بحاجه اسمها الحقنه المميته. عارف ايه الحقنه المميته دي؟ بوتاسيوم كلورايد، بيوقف القلب انداستول في حاله ارتخاء. هم مش عايزين يعذبوه، عايزين يموتوه. ما نيجي باذن الله في سنه ثانيه اقول لكم الطريقه، يمكن الط او ممكن اقولها دلوقتي ان قصادي اللونين اهو. كنت اقول لهم بصوا يا اولاد، البوتاسيوم اللي هو اخطر عين يخشاه القلب لازم يبقى تحت 5 ملي اكوفلنت بير لتر. طب لو زاد كمان 3 بقوا 8 كارت اصفر، ECG changes لخبطة في ضربات القلب. كمان 3 بقى 11 كارت أحمر، نطردك بالحياة، كارت أحمر يبقى موت. عشان كده تفهم هنا بقى ثالث سبب بيطول ال كيو ار اس عن اكتر 120 ملي سكند، زياده البوتاسيوم. وفهمت معناه. طب رابع واخر سبب هنا، ان عيان عنده ديبريشن، والديبريشن ده اكتر مرض عصبي، او لا بلاش نقول اكتر، هو بعد القلق، في القلق نمره واحد والديبريشن نمره اثنين، وقبليهم الادكشن طبعا. من ضمن العلاجات بتاعت الاكتئاب اللي هو حاجه كتيره جدا في الدنيا، دواء اسمه تراي سايكليك انتي ديبريسنت، تي سي اي اللي هو تراي سايكليك انتي ديبريسنت اوفر دوز. فازاي احنا بنعرف الجرعه اللي مفروض نديها العيان؟ بنراقب الاي سي جي، لو لقينا الكيو اس طولت يبقى ادينا له جرعه زياده. او بالعكس، لو عيان راح لدكتور بتاع كارديولوجي ولقى عنده كيو ار اس كبيره، يساله انت بتاخد تراي سايكليك انتي ديبريسنت؟ ده الحاجات اللي بنقولها في امريكا يا اولاد، اربع اسباب اللي بتطول الكيو ار اس. طيب ناخد، طب قلنا لو طولت لو كبرت يبقى مين الكبير؟ هي بتمثل فينتكل، يبقى الفينتكل هو الكبير. يبقى هتبقى طول في اللي عندهم انهي فينتكل هو المهم؟ ليفت فينتريكولار انلارج، لان الار دي اساسا بتاع الليفت فينتكل، هي اساسا الفيكتور بتاع الار وبتاع الاس رايحين ليه؟ ناحيه الليفت اساسا، واحد داون والثاني ابورد، عشان الليفت فينتكل اقوى ثلاث مرات من الرايت، ادخل ثلاث مرات. يبقى تكبر في الليفت فينتريكولار انلارج. طب وتصغر؟ تبقى فيري لو بالعقل لو الفينتكل ضعف. لو واحد عنده انفلتريتيف مايوكارديال ديزيز، يعني ديزيز بينفلتريت المايوكارديا، او لطالب اسكا بريكارديال افيوجن، يعني ميه في الغشاء التموري اللي هو بيحوط القلب. يبقى ثلاثه كلينيكال امبورتنس، تطول لو ما مشيناش على البركنج اكتر 120 ملي سكند، تطول المده ديوريشن، اما الامبليتيود يزيد لو في ليفت فينتريكول انلارجمنت، يقل لو المايوكارديوم بايس، في مرض انفلتريتيف خد كل المايوكارديوم ضعفه، او
في مية بتعوق وصول الكهرباء حوالين القلب، بريكاردال افيوجن، مية حوالين القلب تخلي الكهرباء ما توصلش فيتسجل فيري لو. طب نيجي للتي ويف بقى، برضو الثلاث نقاط اللي مش مهمة، شيب والدايركشن والكلينيكال امبورتنس، ليها ثلاثة. شيب وانت بترسم لازم تبقى فنان شوية، ما ترسمليش التي نص دايرة بالظبط، ان هي بتبقى سلايتلي راوندد واسيمتريك، مش متجانسة، حتى تلاقي النص الثاني اطول شوية من النص الاولاني. دي ملهاش قيمة غير اكاديميا في النمر، ان ده طالب واخد باله، انما ما بنشخص بيها حاجة. سلايتلي راوندد واسيمتريك. نيجي الدايركشن زي البي، كل الليدز بتبقى بوزيتيف ما عدا في الاي في ار، وده اللي جبتها لكم سؤال اهو، الاي في ار هما الاثنين دول اللي بيبقوا انفيرتد. ليه ما بقولش الار انفيرتد؟ لو قلت لي الار انفيرتد سقط، لان اتفق عالميا ان الار لازم تبقى لفوق، مفيش حاجه اسمها ار انفيرتد. لما بتبقى انفيرتد والكيو تتعدل لفوق بنعتبر الكيو هي الار، تصور بنسمي كيو ار، الار هي الفيرست بوزيتيف ويف. غبا مش عاوز بقى. نيجي التي ويف، في عندنا في التي ويف ثلاث احتمالات، يا تتقلب تبقى انفيرتد كده في ليد غير الاي في ار، دي تبقى مصيبه، يبقى مايوكارديال اسكيميا، اسكيميا عن نقص الدم بتاع عضله القلب، اسكيميا، اسكي عن نقص وايميا عن دم للقلب، اللي هي قصور في الدوره التاجيه، اللي هو مقدمه للذبحه، اللي هي مقدمه للجلطه، اللي هو بيموت منه طولة العالم. فانفيرتد تي يبقى فيه مشكلة في الدم بتاع القلب. طيب لو بيكت، يعني ايه بيكت؟ يعني طويلة كده، تبقى ده ساين بتاع هايبركاليميا، زيادة البوتاسيوم، اللي قلنا ليه البوتاسيوم بنركز فيه، لان ده اكتر اين بيخشيها القلب. نورمالي تحت 5-8 انذار 11 تموت. وبكمل، عارف لو لقينا البوتاسيوم عندك زاد فوق 5 بقى 6 او 7 بس، ما بنستناش، عارف بنعمل لك ايه؟ افتح ودانك، غسيل كلوي. الدكتور الشاطر لما لقى البوتاسيوم زاد فوق 5 بقى 6 ل 7 على طول غسيل كلوي، مفيش علاج غير تغسله الدم، تشيل منه البوتاسيوم ده، اكتر اين يخشيها القلب. فبنعرف ازاي البوتاسيوم زاد، ادي حاجه ثانيه اهي، ان التي بتبقى طويله كده، طول وبيكت، طول وبيكت. بينما لو البوتاسيوم نقص هايبوكاليميا، التي بتنقص تبقى فلات كده. وحفظتها لجانب بطريقه لطيفه مش بتاعتي بقى، حتى نرد الى كل ذي حق حق، قريتها في احد الكتب. قال لك ان فكره جميله جدا، مين الويف الاساسيه اللي بتمثل ريبولاريزيشن الاساسيه؟ ماليش دعوه باليو، دي مش موجوده في معظم الناس. التي ويف تمثل ريبولاريزيشن. مين الاين الايون المرتبط بالريبو بولاريزيشن؟ بو بوتاسيوم، فاكر؟ فقال لك اعتبر التي ويف دي التنت، الخيمه بتاعت البوتاسيوم، بتمثل مستوى البوتاسيوم. فلو البوتاسيوم عالي في الدم، واحد عملاق، يبقى الخيمه بتاعته التنت تبقى عاليه، تبقى طول وبيت. لو البوتاسيوم قليل في الدم، قزم واحد قزم، يبقى الخيمه بتاعته قصيره، تبقى فلات. شفت حلوه ازاي؟ ده تي ويف از ذا تنت اوف بوتاسيوم اين، هي التنت بتاعت البوتاسيوم اين. طول وبيكت في الهايبركاليميا، فلات في الهايبوكاليميا. طبعا بتبقى طول وبيكت في حاله تانية مهمه قوي، مش اسكيميا بقى. لو بقت طول وبيكت ده ممكن تبقى ايرلي كاردال انفاكشن، حصل جلطه وماتت حته في القلب. دي الثلاثه امبورتنس بتاعت التي. نيجي اليو، وده برضو بقول الكلينيكال امبورتنس زي الزملاء، مش يعني ليكوا طبعا هتكتبوا، وقول الزملاء اساسا. وافتكر رئيس قسم فاضل يا اولاد كان تملي يقول لي، اديته ولاده على فكره رئيس قسم فيسيولوجي، وكنت تملي يجي يحضر المحاضرات بتاعتي في الـ في الـ في الجامعه في الفيسيولوجي. ف كان الراجل ده اللي درست ولاده يقول لي، بص الاوائل كان بنعمل مجموعات تقويه في الكليه زمان، ما اعرفش شغاله ولا مش شغاله الحاجات دي دلوقتي، كانت رائعه الحقيقه، حاجه لطيفه كده، الطلبه تيجي الصبح الكليه
يعني من 7 لـ 8 كده، كان بيعملها رحمه الله في البايوكيمستري الاستاذ الكبير والزميل الفاضل دكتور رشيد بهجت، وعملها هشام فؤاد، وعملها هاشم فؤاد اسف عميد الكليه، وكل الناس الحلوه دي كانت الحقيقه مجهوداتها رهيبه. مهم، ما علينا، ربنا يرحمهم جميعا الناس اللي ساعدوا الناس دي. فكان يقول لي الاوائل بيكتبوا زياده عن الكتاب، بيقروا التكست بوكس، تو بي اونست بيروش تكست بوكس، كانوا بيسمعوا محاضرات لعبد الله زي ما انتم بتسمعوها كده، فبيكتبوا زياده عن اقرانهم، فياخدوا نمر مختلفه في النظري طبعا. واحد يكتب الكلام ده واحد ما عندوش فكره عنه، ده ساعات بقول مصحح وهو بيقرا ورقتك بيتعلم منها بيستفاد. اليو اف قلنا دي غالبا مش موجوده، لو موجوده ما احنا قلنا يوجوالي نوت ريكوردد، لو فيري بروميننت موجوده بوضوح فده معناه حاجه من ثلاثه، احنا قلنا كل حاجه ثلاثه، يا هايبر كاليميا، يعني اسف يا هايبوكاليميا نقص البوتاسيوم، يا هايبر كالسيميا زياده الكالسيوم، يا هايبر ثايروديزم زياده افراز الغده الدرقيه. انا عشان بخايف من البث يا اولاد فانا هديكوا الطريقه، وانت عندك الفيديو تسمعه تاني. يبقى النورمال اي سي جي ده اهم موضوع في الاي سي جي، في سؤالين اساسا، ريكوردنج اللي قلناه المحاضره اللي فاتت والنورمال، بس هما دول اللي عليك في الاي سي جي. الابنورمال ده بقوله لكم لما اعمل لكم مراجعات للعملي، وهقول الحاجات اللي عليك، ودي اديتك فكره عن حاجات كتيره منها. فقلنا الاي سي جي بتتكلم عليه في 3 نقاط مع عشق مثل عشق النظام، الويفز اللي هي بلون الاسود، المسافات سيجمنتس، لو خدت ويف مع سيجمنت تبقى انترفال سميها انتر، وكلهم عاملهم في جداول. اصعب حاجه الويفز، عندي 4 ويفز، بي كيو ار اس كومبلكس ادي 2، والتي واليو ادي 2، هتتكلم على كل واحد في 6 نقاط، اول 3 عليهم 80% من النمره، ده لو ما حفظتش غيرهم هتحفظ، هما الاسهل. كل ويف ريبريزنتس ايه؟ اول 2 دي بولاريزيشن، 2 اللي بعدهم ريبولاريزيشن، وهتفتكر اليو يو منك بابيلاري ماسل، والديوريشن والفولتج. الديوريشن حفظناها بطريقه حلوه 80 80 160، والفولتج ربع نص واحد، ولو كنت بتسجل في البريكوردال مش هتبقى واحد بقى، هتبقى 3 4. ثم 3 عليهم 20% الشيب والدايركشن والكلينيكال امبورتنس نمره 3، والكلينيكال امبورتنس نمره 3 في كل واحده من الثلاثه الاساسيين او في الاربعه حتى في 3 حاجات عشان ما تنساهمش. بس وابقى راجع انت بقى الفيديو بعد كده، بس لا تنسى ان التي والبي انفيرتد في الاي بي ار اهو، بينما الار مش انفيرتد، قولوا سبوستد، ده سؤال ام اس كيو مهم جدا تبقى عارفه. ولا تنسى ان الكيو ار اس في الليدز في البريكوردال ليدز كل شيء يبدا في النهايه اهو صغيرا ثم يكبر، إلا الحزن يبدأ كبيرا ثم يصغر. يبقى حطيت الجدول ده على 4 ويفز، كل واحد في 6 نقط، ده الويفز. لسه ما خلصناش الويفز، أنا عاوز أطلع الأول. وحط لي على الويفز يا أولاد 4 نوتس. سهلين جدا، 2 نوتس على الإتريا و2 نوتس على الفنتكل. اول 2 نوتس بسميهم اسم جميل قوي، الغائب الحاضر، يعني في كهرباء في القلب مش باينه في التسجيل. اول حاجه الاترا ريبولاريزيشن، ليه الاترا 100% بيعمل ريبولاريزيشن؟ ليه نوت ريكوردد؟ للطالب العادي هيقول انها وقعت في اثناء الكيو ار اس كومبلكس، ماسكد باي ذا كيو ار اس كومبلكس، ده العادي. الطالب الاشد بقى الاوائل يقول لك في سبب تاني، انها اوريدي غير انها ماسكد بكيو ار اس فيري لو فولتج. طب طالب هيقول لي ايه اهميه الكلمه دي؟ اقول لك اهميتها ايه؟ ان في بعض امراض القلب الاترا بيشتغل من غير فنتركل، يعني في حاجه في القلب الاترا يشتغل 3 مرات والفنتكل مره، اسمها 3-to-1 ريزم، هناخدها في العملي 3-to-1 ريزم. طب هنا في مرتين اشتغل اترا ما فيش فنتكل اشتغل، طب ما تسجلش ليه الاتريال
ريبولايزيشن، ما هو الاتر شغال من غير فنتكل من غير كيو ار اس، راح فين الاتر ريبولايزيشن؟ ما تسجلتش انها حتى لو ما فيش كيو ار اس هي اوف فيري لو فولتج، مش كده بقول دي الاوائل، هي اوريدي اوف فيري لو فولتج. طيب دي نوت في الاربعه. تاني نوت، طب الكهرباء بدات في الاس نود وفي اكشن بوتنشال خدناه الاس نود، وبعدين في الاي في نود وفي اكشن بوتنشال اي في نود والبركنجي، كل دول ليه نوت ريكوردد؟ ده لسبب تاني خالص، لان احنا قلنا الماجنيتيود بيعتمد على الماس اوف تيشو. دول بقى الماس اوف تيشو بتاعهم فيري سمول، فيري سمول ماس اوف تيشو. فاول تو نوتس في الاربعه يا اولاد بسميهم الحاضر الغائب، كهرباء حاضره في القلب غائبه في التسجيل. خلاص؟ اللي هو الاتريال ديبولاريزيشن ماسكد باي ذا كيو ار اس اوريدي اوف فيري لو فولتج، والاس نود والاي في نود والبركنجي نوت ريكوردد معايا لانه سمول ماس اوف تيشو. طيب نيجي بعد كده ثواني بس نبطل الزن ده. من فضلك يا بيبي بيبي، من فضلك اقفلي واقفلي البتاع دي، اقفلي النيه حلوه خالص، اقفليها ما تشتغليش بيها صوتها وحش. طيب سوري يا ولاد، مش قاعدين بس ازعاج، مش ناقص القصه. يبقى اول اتنين الحاضر الغائب، الاتريال ديبولاريزيشن ماسك بكيو ار اس وهو اوريدي اوف فيري لو فولتج، ونمره اتنين الاس نود والاي في نود والبركنجي، خلاص دول اوريدي فيري سمول ماس اوف تيشو. نيجي تو نوتس تاني بتوع الفنتكل بقى، واحده فيهم قلناهم اوريدي كيو ار اس كومبلكس، ان الار هي الفيرست بوزيتيف ويف لازم تبقى بوزيتيف، وقبلها نيجاتيف يبقى كيو، بعدها نيجاتيف يبقى اس، وان الار شكلها في البريكورديال ليدز تبقى حافظ صم وحفظتها لاجيال وتبيذكروني بيها، كل شيء يبدا صغيرا ثم يكبر الا الحزن يبدا كبيرا ثم يصغر. فالار بتزيد من في 1 ل في 6 والاس تصغر، ففي 1 وفي 2 الار صغيره والاس كبيره، في 5 و6 الار كبيره والاس صغيره، طب في 3 و4 في النص بتبقى دي كبرت شويه دي صغرت شويه، يبقوا قد بعض يسموها باي فيزيك. وايه قيمتها؟ انه لو فيلير اوف ذا ار تو جرو، لو مسكت شريط الاي سي جي ولقيت الار ما بتكبرش في البريكورديال تشيست ليدز، يبقى ده سيريس ليجن في الفنتكل. نيجي بقى رابع نوت وهي الاصعب في الفه، الاسهل في الاجابه جدا بس انا عاوزكم تفهموا. انا الاول عاوزك تفهم السؤال، عارف لما كان سعيد صالح رحمه الله يقول لك فين السؤال؟ ليه التي ويف برغم انها بتمثل ريبولايزيشن في نفس اتجاه الار، برغم ان الار بتمثل ديبولايزيشن؟ يعني افهمك السؤال بطريقه ثانيه، يعني احنا كنا في النيرف اوف ذا ماسل بنقول الاسندنج ليم اوف ذا سبايك ده ديبولايزيشن، طب ريبولايزيشن يبقى لازم اتجاهه العكس ديسندنج ليم. هنا بقى في الهارت القصه مش كده خالص، اهو اهي اوريها لك. يعني التي ويف اللي بتمثل ديبولاريزيشن في نفس اتجاه الار اللي بتمثل ديبولاريزيشن، هما الاثنين بوزيتيف، هما الاثنين ابورز، برغم ان دي ديبولاريزيشن وده ريبولاريزيشن، الشحنات مختلفه. يبقى الاول تفهم السؤال مش الاجابه، ليه التي ان ذا سيم دايركشن وار؟ نفهم الاجابه اللي رحنا وبعدين نفهم الاجابه اللي هنقولها الممتحن، دي حاجه ودي حاجه. دلوقتي ليه هما الاثنين ان ذا سيم دايركشن؟ احنا قلنا يا اولاد ان ربنا مستعجل على الديبولاريزيشن، فبيمشي الديبولاريزيشن على البركنجي فايبرز. الرسمه اللي قصادك ده السيبتوم اوف ذا فنتكل، لو كنت شايفها كويس اتمنى تبقوا شايفين، معقول مش ضروري تبقى زي كندا بس معقول، ده السيبتوم اوف ذا فنتكل وده الوول بتاع الفنتكل. اتجاه البركنجي فايبرز بيبقى من جوه لبره، من الاندوكارديوم جوه المبطن للقلب للابيكارديوم مغلف للقلب، ده اتجاه البركنجي. فالديبولاريزيشن على السهم الاحمر ماشي على البركنجي اللي هو اتجاههم الاندو للابي. طيب حلو، امال الريبولاريزيشن قلنا ربنا مش مستعجل عليه، ما بيمشيهاش على البركنجي، عشان كده ما بتاخدش مده طويله، فاكر؟
آسف، عشان كده بتاخد مدة طويلة 160 ملي سكندز لأنها ماشية ببطء. دي مش ماشية على البركنجي، أمال بتعتمد على إيه؟ على الفنتريكولار ماسل نفسها، ماشية على الفنتريكولار ماسل. وعليه أدام ماشية على الفنتريكولار ماسل يبقى بتعتمد على الميتابوليزم والفنتريكولار ماسل. وعليه جوه الفنتكل فيه بلاد، ولما الفنتكل بينقبض البريشر بتاع البلاد ده بيزيد جدا، هو بريشر، فبيضغط على الاندوكارديوم، بيقلل البلاد سبلاي اللي رايح للحته دي في العضله لانها مضغوطه، بينما الحته اللي ناحيه الابيكارديوم بعيده عن البلاد اللي جوه الفنتكل، بعيده عن الضغط، الميتابوليزم بتاعها زي الفل. يبقى التي ويف مش ماشي على البركنجي، ربنا مش مستعجل على الريبولايزيشن، بتعتمد على الفنتريكولار ماسل، على الميتابوليزم بتاع الفنتريكولار ماسل اللي هو حلو جدا عند الابيكارديوم لانها بعيده عن الضغط، ووحش جدا عند الاندوكارديوم لان في بلاد وفي بريشر. وعليه بيبتدي الريبولايزيشن من الابي ويروح ناحيه الاندو، وهو عكس اتجاه الديبولايزيشن. كل ده مش هتقوله، الاجابه سهله جدا. يبقى دلوقتي الديبولايزيشن والريبولايزيشن، افتح ودانك بقى، حاجات خدناها واحنا اطفال. الدي والري اختلف في شيئين، اختلفوا في التشارجز. طول عمره الديبولايزيشن مختلف في التشارجز عن الديبولايزيشن، ده ويف اوف الكترونيجاتيفيتي، ده ويف اوف الكتروبوزيتيفيتي، واختلف في الاتجاه. والمثل بيقول عكس العكس اثبات، هما لو اختلفوا في حاجه واحده بس في التشارج زي النيرفال ماسل كانت واحد لفوق التاني لتحت، لكن ده هما مختلفين في التشارجز وفي الدايركشن، عكس العكس اثبات. ال ديبولايزيشن ماشيه من الاندو للابي وهو اتجاه البركنجي، الريبولايزيشن بتعتمد على الفنتريكولار ماسل ماشيه من الابي للاندو لان الابي الميتابوليزم عنده احسن، هي ما بتعتمدش على البركنجي، الاندو عليه ضغط، الميتابوليزم وحش. انت هتقول ايه بقى؟ جمله حفظتها لاجال ما تفهمش ليه بتخبط في دماغ الطلبه على طول، عمرهم ما ينسوها لما يسالك ليه التي ان ذا سيم دايركشن اوف ار، مع ان التي بتمثل ريبولايزيشن والار بيمثل ديبولايزيشن. هتقول لان ذا لاست بارت تو بي ديبولايزد وهو الابيكارديوم ذا فيرست بارت تو بي ريبولايزد، اخر حته بديبولايزد هي اول حته بتريبولايز، او تقولها بالعكس ذا فيرست بارت تو بي ديبولايزد صح برضو ذا لاست بارت تو بي ريبولايز، يعني اخر حته بالدي هي اول حته بالتري، او العكس اول حته بالديبولايز هي اخر حته بالتريبولايز. وهو فاهم، مش هتقول له، انت مش هتقول له ان ده معناها ان هما مختلفين في الدايركشن، وهو فاهم مش هتقول له ان هما مختلفين في التشارجز، وهو فاهم مش هتقول له ان ادام اختلفوا في الدايركشن والتشارجز يبقى نفي نفي اثبات، يبقى يطلعوا عند سين دايركشن. يبقى مسألك ليه التي ويف ان ذا سيم دايركشن اوف ار، واحد من اشهر الاسئله في الشفوي وفي الام اس كيو. الاجابه سهله جدا، الشرح معقد انما الاجابه سهله. ذا لاست بارت تو بي ديبولايزد ذا فيرست تو بي ريبولايزد، والعكس بالعكس ذا فيرست تو بي ديبولايزد ذا لاست تو بي ريبولايزد. يبقى دول يا اولاد الاربعه نوتس اللي هتقولهم بعد الجدول السداسي بتاع الست نقط بتاع الويفز. الغائب الحاضر ليه ما فيش اتريال ريبولايزيشن ماسك بكيو ار اس، والاوائل اوريدي فيري لو فولتج حتى لو ما فيش كيو ار اس. الاس نودل ايفي نودل بركنجي الماس اوف تيشو لا تسمح، بعدين تتكلم على كيو ار اس تملي الار بوزيتيف وبتكبر من في 1 لفي 6 والاس بتصغر. ثم ليه تي ان ذا سيم دايركشن اوف ار، نوت الرابعه ذا لاست تو بي ديبولايزد ذا فيرست تو بي ريبولايزد. يبقى تو نوتس على الاتريا، الاتريا ريبولايزيشن والاس نودل ايفي نودل بركنجي اللي منهم اتنين في الاتريا، وتو نوتس على الفنتكل عشان حتى تفتكرهم، واحده على الكيو ار اس والثانيه على التي. يا سلام لو جالك سؤال اي سي جي ويفز وكتبته بالروعه دي، لو في حاجه يا اولاد فوق ال 100% هيدوها لك. عارف ليه؟ لان زملاء كثيرون هيقروا السؤال وهيتعلموا من اجابتك، خصوصا في الكلينيكال امبورتنس. ام نوت كيدنج، لا اجامل احد، وانتوا عارفين بتسمعوا بتحضروا عارفين اللي بقوله. تعقل السؤال الثاني في النورمال بقى، ما قلت النورمال ما يجيش كله ده كتير. ناخد السيجمنتس يا اولاد، الظاهر فعلا الصباح ده كويس، بيبقى البث احسن كتير، مش هنحسد روحنا.
We have two segments ما بين الثلاثة waves الأساسية ال P و QRS complex وال T. السيجمنت اللي ما بين ال P و QRS سموها PR, ما بين ال QRS وال T سموها ST. هنعرف ده سؤال بيبقى صغير عن كل واحدة نقطتين. الميجرمنت بنقيس ال PR السيجمنت من اللي فين, هي 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 اللي روحها من نهاية ال P لبداية QRS, end of P to beginning of QRS. طب واحد مرة سألني طالب سؤال جميل, طب هما بيقيسوها من بداية من نهاية ال P لبداية ال Q QRS, ليه ما سموهاش PQ Q؟ قلت له ان ال Q في معظم الليدز ما بتبانش ويبان ال R, فعش كده سموها PR. لكن لما تيجي تقول بتقيسها منين, ما تقولش من P لل R, تقول من نهاية ال P لبداية ال QRS. اما ال S سيجما مفيش مشكلة ان ال S بتبان, فبنقيسها من ال End of QRS الى البيجينينج اوف تي, فيبقى اسمها اس تي. ادي نقطه. طب نيجي الامبورتنس, البي ار هي المسافه ما بين الديبولاريزيشن اوف اتريا وديبولاريزيشن اوف فنتريكل, وعليه قلت الاي سي جي رياضه الطب مش عاوزه عبقره, مش برنامج العبقره على البنك الاهلي, عاوزه ناس بتفكر. يبقى 100% الفتره الزمنيه دي ضاعت فين يا اولاد؟ في انتقال الامبلس من الاتريا للفنتريكل. معظمها اللي فاهم كارديولوجي بتضيع فين؟ في الاي في نود, كونداكشن في الاي في نود. فاكر لما قلنا العقده في العقده, الاتروبنتيكولار نود دي ابطا حته في القلب, وشرحناها ليه؟ ارجع للمحاضره رقم 2 في الكارديولوجي. معظم الوقت ده ضاع في الاي في نود اللي هي ذا سلوست بارت اوف ذا هارت, عشان قلنا بتاخر الفنتريكل لحد ما الاترا يخلص, وبتحمي الفنتريكل من الهايبرثولوجيكال اتريزم, ودي بتاخد 6 من 100 الى 1 من 10 من السكن مدتها, يعني اقصر شويه من البي ويف. البي ويف كانت 8 من 100, دي 6 من 100 الى 1 من 10, يعني لو خدت متوسطها تطلع برضه 8 من 10. طب الكلينيكال امبورتنس للزملاء, للزملاء وليكم الاوائل. بزعل لما واحد يقعد في جامعه عربيه يقول لي اصل بيقولوا لك ازاي الكتاب, واحنا كتاب يا ابني, دي جامعه. لما نبقى في الجامعه ملتزمين برضو بكلام معين, ده قصر ديل. لما حد يقول لكم اقرا الكتاب بس هو ما عندوش معلومات يقولها, فيقول لك نلتزم بالكتاب, هو مش عاوز يشغل دماغه, مش عاوز يفتح مخه للافاق للعالم. بس زي ما بقول, هنا وهنا فقط تصنع الاوائل, مش بس الاوائل والدكاتره اللي فاهمين. And one day you know اتعلمته ازاي. This why بعمل هذه المحاضرات. ان البي ار ايه ناخدها من غير ما نقول امبورتنس, قيمتها ايه؟ تيبيكالي فلات هوريزونتال على الخط, لو لقيتها ديبريست مقعره شويه لتحت ده سجست بيريكاردايتس, التهاب الغشاء المحوط للقلب اللي هو الغشاء التموري. يبقى هي نورمالي فلات, لو ديبريست بيريكاردايتس. نيجي للاهم منها بقى الاس تي سيجمنت, عشان كده حتى عاملها لك ايه باللون الاحمر اهي. فكر بهدوء الاول, اي سي جي عاوز فهمه, عشان كده بقى امتع وانا بشرحه, بتبقى حاجه عاوزه فهم, متعه اللي بيشرح ومتعه المستقبل, بيبان فرق. هنا الاس تي سيجمنت بتحصل بنهايه كيو ار اس. الكيو ار اس بيمثل فنتريكولار ديبولاريزيشن, كل الفنتريكل الكهرب دلوقتي الثلاثه فيكتور خلصوا. يبقى بص الرسمه اللي جنبها, يبقى بنهايه الكيو ار اس كل الفنتريكل في حاله ديبولاريزيشن, يبقى كل الفنتكل الاوتر سيرفيس بتاعه نيجاتيفلي تشارجد. طب وانت في الليد بتقيس الكهرباء ما بين تو الكترودز اللي هما النقطتين السوداء اهو, طب دي الكترو نيجاتيف ودي الكترو نيجاتيف, ده محطوط على نيجاتيف وده على نيجاتيف, يبقى ما فيش فرق في الجهد لان التو الكترودز الفنتكل كله دي بولارايز, الاوتر سيرفيس كله نيجاتيف, دي على نيجاتيف ودي على نيجاتيف, ما فيش بوتنشال ديفرنس, فتبقى النيدل ما تتحركش, تبقى لازم الاس تي سيجمنت تبقى على الخط على البيز لاين بتاع الاي سي جي. ليه ما اتحركتش؟ ان الكهرباء هنا زي هنا. الكلام ده كله هنشرحه في كلمه واحده بس, انها ايزو الكتريك, الكهرباء متساويه وعليه النيدل ما اتحركتش, مش هتقول له ده, وعليه تبقى على الخط البيز لاين بتاع الاي سي جي. لما يقول لك ايه النورمال بتاع الاس تي سيجمنت, ايزو الكتريك, ان الكهرباء هنا زي هنا, بنهايه الكيو ار اس
كل الفنتكل دي بولارايز كله الكترو نيجاتيف، ده على نيجاتيف وده على نيجاتيف، الاثنين متساويين ايزوليكتريك يعني هنا زي هنا، فما بتحركش النيدل، مفيش فرق جهد. طيب خد بالك بقى دي كوانسايدز مع ايه في الاكشن بوتنشال، دي نقطه لطيفه برضه احب اقولها لك الاول، او لا نقول الاول نكمل امبورتنس. طب لو حته في القلب دامج يبقى الحته دي في حاله ديبولاريزيشن يبقى عندهاش كهرباء خالص انها دامج، يبقى واحده في حاله ديبولاريزيشن واللي على الدامج اريا ما عندهاش كهرباء، يبقى في بوتنشال ديفرنس، يبقى النيدل هتتحرك لفوق او لتحت حسب مين اللي دامج ومين اللي سليمه، يبقى الاس تي سيجمنت هتبقى اليفيتد اور ديبريست في اشهر حالتين في القلب. لو عندك قصور في الدوره التاجيه مايوكارديال اسكيميا نقص الدم، اسكيميا نقص الدم او مايوكارديال انفاركشن حته بات في القلب. يعني لما يجي واحد يقول لي يا دكتور انا عاوز اشوف قلبي فيه دامج ولا ما فيهوش دامج، اقول له اقعد يا ابني اعمل له اي سي جي وابص على ال 12 اس تي سيجمنت في ال 12 ليدز، لو لقيتها على الخط يبقى زي الفل قلبك مفيش دامج، يمكن في امراض تانية اريتميا كوندكشن في كهرباء فيها لخبطه انما العضله نفسها سليمه. عشان كده بقول اس تي سيجمنت دي مهمه جدا، شوت بي ايزو الكتريك اليفيتد او ديبريست، يبقى الليد اللي عندها فيه مشكله، وعشان كده عملنا 12 ليدز، ثلاثة ليدز يصوروا القلب من تحت انفيروري ليد 2 و 3 والاي في ار اي في اف اس اي في اف ليد 2 و 3 والاي في اف يصوروا من تحت عشان البوست الكترون تحت، وليدز من القدام وليدز من لاترالي اند سو اون، لاترالي زي في الاي في ال وفي ليد 1 مثلا، والسبتم بناخد في 3 و 4 الانتيروري اسف السبتم 1 و 2 انتيروري اند سو اون، ترجع الداتا السواي بنعمل ليدز كتيره فبنبص من اتجاهات متعدده. جبنا لكم النهارده سؤال الانفيرو اللي هو 2 و3 والاي في اف تبقى عارفها، انما لاترال اي في ار وليد 1 قدام هيبقى عندك لي في 1 وفي 2 السبتم ليد 3 وليد 4 تبقى عارف الكلام، فتشوف فين الليد انت عرفت فين الدمج، عشان كده مهم قوي. طب برضو للزملاء مش ليكوا، للعباقره فيكم للي عاوزين يطلعوا اوائل، هل في حاجات تانية تغير الاس تي سيجمنت غير ان المايوكارد بتبقى دامج؟ بتبقى ديبريست في الليفت فينتريكولار هايبرتروفي، ولو عيان بياخد ديجوكسين قلت لك العقار بتاع الهارت فيلر اللي اكتشفه المشعوذ ديجوكسين بيعمل لها ديبريشن، وإليفيتد في البريكاردايتس يعني لو في التهاب في البريكارديوم ممكن، يبقى البي ار بتبقى ديبريست والاس تي بتبقى إليفيتد، ده زي بنشخص الدكاترة اللي شاطرة. طيب بصوا معايا يا اولاد، يبقى الاس تي سيجمنت دي اهم حتة، تقول لي هل في قصور في الدورة التاجية او في مايوكاردال انفاركشن، ابص على الاس تي سيجمنت في ال 12 ليد، لو لقيتها على الخط ايزو الكتريك يبقى قلبك سليم 100%، لقيتها اليفيتد او ديبريست باكتر من 2 ملي في اي واحده من 12 رسمه يبقى فيه في الحته دي اللي عليها الليد ده في دامج، زي مثلا في قلنا في 2 و3 والاي بي اف بيبقى في الانفيو. في سؤال هنا اكاديمي بس جميل، ايه علاقه الاكشن بوتنشال بتاع الفنتريكل، فاكره اللي هو بنسميه فاست اكشن بوتنشال اللي هو كان عنده بلاتو بالاي سي جي، ما هي دي كهرباء ودي كهرباء. الاول ما قلتلكش ده ممكن تقعد مش فاهم الفرق بين الاكشن بوتنشال والاي سي جي. الاكشن بوتنشال يا بابا ده كهرباء افتح ودانك 1 كاردياك فايبرز 1 كاردياك مايوسايتس خليها واحده، انما الاي سي جي ده الصم ده فيكتور محصله الاكشن بوتنشال بتاع الفايبرز كلهم، يعني واضحه اهي. يبقى الاكشن بوتنشال كهربه الفايبر، انما الاي سي جي كهربه الهارت. طيب ده عاوز اطبق كهربه الفنتريكولار فايبر بكهربه الفنتريكولار اي سي جي. طب يبقى هنا الديبولاريزيشن بيمثله مين؟ الكي ار اس كومبلكس، والريبولاريزيشن التي ويف. الفيز زيرو اللي هو الاسندنج ليم ده بيمثل ديبولاريزيشن اوف كارديك مايوسايتس،
يبقى يجي مع مين؟ مع الكيو ار اس. هما الاثنين بيمثلها دي بولاريزيشن. فيز زيرو بيمثل دي بولاريزيشن بتاع الفايبر الواحده، كيو ار اس بيمثل دي بولاريزيشن بتاع مجموع الفايبر اللي هم الصام اللي هو الفيكتور، يبقى يجوا مع بعض. طب فيز 3 اهو بيمثل الري بولاريزيشن، يبقى يجي مع التي ويف اللي بتمثل الري بولاريزيشن، يبقى دي مع دي. طب البلاتو يجي مع مين بقى؟ مع الاس تي سيجمنت اللي هي الحته الايزو الكتريك اللي خلاص لا في دي ولا في ريبولاريزيشن، في بالانس. هو ده السؤال. يبقى الاس تي سيجمنت في الاي سي جي كوينسايدز مع انهي حته في الاكشن بوتنشال؟ مع البلاتو. وتاني يا اولاد هقولها ولو ما سمعتهاش مني ما هتقعد طول عمرك ما انتش فاهم كهربه القلب، ما انتش فاهم كارديولوجي، فاهم علم القلب. ايه الفرق بين الاكشن بوتنشال وبين الاي سي جي؟ الاكشن بوتنشال كهربه 1 كاردياك فايبر، 1 كاردياك مايوسايتس. الاي سي جي محصله الفايبرز كله، يا اما الفنتيكل، الفنتيكولار سنسيتيوم او الايترال سنسيتيوم. فلما يقول لك طبق لي الاكشن بوتنشال بتاع الفنتيكل على الاي سي جي، اطبقه على ما يخص الفنتيكل. مين اللي ما يخص؟ مش ده الاكشن بوتنشال على الفنتيكل، يبقى احطه على الويفز بتاعه الفنتيكل اللي هم كيو ار اس دي بولاريزيشن وال تي ويف ري بولاريزيشن. الاسندنج لمب اللي هو فيز 0 احطه مع الكيو ار اس، هما الاثنين دي بولاريزيشن. الديسندنج لمب اللي هو فيز 3 احطه مع التي ويف، هما الاثنين ري بولاريزيشن. طب الاس تي سيجمنت تيجي مع البلاتو. واديكوا هوم ورك، حط لي الاكشن بوتنشال بتاع الاتري على الاي سي جي. اللي هيلخبطك ان انت عندك اتريال دي وما عندكش اتريال ري، بس انت عارف مكانها عند كيو ار اس. اديني حليت لك نص سؤال وبفكر فيها لوحدك وهجاوبها لكم المره الجايه باذن الله. ده السؤال الثاني في النورمال اي سي جي سيجمنتس. السؤال الثالث انترفلز. قلنا ما هي الانترفال في رسام القلب؟ هي عباره عن ويف مع ويف مع سيجمنت. فعندي تو انترفلز، بي ار انترفال وكيو تي انترفال. بي ار لا خد بالك ساعات البي ار انترفال اللي بتيجي لوحدها سؤال، يعني سؤال النورمال اي سي جي يقول لك ديسكاس بي ار انترفال. هنتكلم عليها في خمس نقاط. الميجرمنت وهو اللي هيقول لي ات ريبريزنتس ايه. خد بالك انا مقسم النقط مع شبت مثل عشق نظام، والنورمال تايم وتطول وتقصر، ادي الخمس نقط. يبقى بتقيسها ازاي؟ ده هيقول لك هي بتمثل ايه، دول مع بعض. وبعدين النورمال تايم امتى تطول امتى تقصر. ميجرمنت البي ار بنقيسها من البيجيننج اوف بي تو ذا بيجيننج اوف كيو ار اس. يبقى حلو الاثنين بيجيننج تو بيجيننج، بيجيننج اوف بي ويف تو ذا بيجيننج اوف كيو ار اس كومبلكس. يبقى بص معايا، يبقى البي معانا لكن الكيو ار اس مش معانا، لان انا قلت بيجيننج تو بيجيننج. البي معانا الكيو ار اس مش معانا، يبقى ايه اللي جوه الانترفال؟ البي والبي ار سيجمنت. قلت الاي سي جي عاوزه فيه 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 مش عبقره. يبقى بتمثل ايه لطالب فاهم اي سي جي؟ البي بتمثل اترال دي بولاريزيشن. طب والبي ار لسه قايلينها كوندكشن في الايفي نود، اكتر حاجه خدت وقت، يبقى تريبريزنتس اترال دي بولاريزيشن زائد ايفي نود كوندكشن. ده جمال، واحد فاهم. طب نورمالي كام؟ حتى لو انا مش فاكر، احنا قلنا البي 80 والبي ار قلنا لحد مثلا 1/10، يبقى هي المده بتاعتها ايه؟ لازم تبقى اكتر من 8/10 مضاف اليها البي ار، هي بالظبط من 12% ل 20% من السكن. دي مده مهمه قوي ولا لازم تعرفوها. يعني بلغه المربعات لما تشتغل رسام قلب هتبقى 12، يبقى بكام مربع؟ 40، 3 من 3 مربعات صغيره لحد 5 مربعات، 3 ل 5. لان احنا قلت المده دي لا تعني لما تمارس الاي سي جي حاجه، انت بتشتغل بالمربعات، هي من 3 ل 5 مربعات. لما تشتغل كارديولوجي بعد كده هتبص على المربعات. 12% الى 20% يعني من 3 الى 5، ده كده حفظها اسهل. ما تقول لي من 3 ل 5 مربعات وتضربهم في 20 تبقى معروف النتيجه. طب امتى تبقى برولونجد؟ خد بالك بقى ترتيب الاهميه. لو انا خدتها بدون اهميه هي بتمثل البي والكوندكشن فروم اتريا تو فنتريكل، يبقى تكبر لو البي كبرت.
اترال انلارجمنت، او لو في حاجه بتعوق الكوندكشن من الاترال فنتكل يسموها اتريو انتريكولار بلوك، فيرست ديجري هارت بلوك. اقول لك حاجه، دي الاهم، اشهر سبب بيكبر بيطول البي ار انترفال ان الامبلس مش عارف ينتقل من الاترال فنتكل، في خلل في الانتقال، فيسموها اتريو انتريكولار بلوك او فيرست ديجري هارت بلوك. لان في العمل هقول لكم ان في ثلاث انواع من الهارت بلوك لما نشرح الامراض. تاني حاله لو في اترا انلارج. ثالث حاله كلام شحاتي، فيجن ستيميليشن، الفيجاز بيبطئ كل حاجه ما فيها كوندكشن، لما الكوندكشن يبطئ ياخد مده اطول. طب امتى تقصر؟ نفكر بذكاء. لو انا بدل ما ابتدي من الاس انود باظت الاس انود وهبتدي من الاي نود هنا، يبقى 100% هروح الفنتكل اسرع من اللي ابتدي من هنا، المشوار هيبقى اطول. يبقى احد الحالات اللي بتاثرها الاي نود الريذم، الاس انود باظت وابتديت من الاي نود من نقطه اقرب للفنتكل فهعدي اسرع، اي نود الريذم. لكن اشهر حاله برضو انما ليه، مين اللي عطلني هنا؟ الاي نود. في بعض الناس عندهم برانش صغير بيبايباس الايفي نود، يعدي الكرام الاترال فنتكل مباشره من غير ما يعدي على الايفي نود، وده خطر البايباسنج ده. فطبعا تعدي بسرعه ما انت ما تعطلش في الايفي نود. السندروم ده ولاد بنقوله في امريكا وفي كندا اسمه وولف باركنسونيان وايت سندروم، مشهور جدا. يعني ما اقدرش اطلع طالب من تحت ايدي دكتور ما كلمتوش عن الولف باركنسونيان وايت سندروم، اللي هو العيان اللي عنده ما الايفي نود بنعديها بايباسين، او كلام شحاتين سمباثاتيك ستيميليشن بيسرع كل حاجه. يبقى ده البي ار انترفال، وهي لو قلت لي اشهر حاجه بتيجي لوحدها اقول لك البي ار انترفال. يبقى الميجرمنت بنقيسها منين؟ بي ار beginning to beginning، beginning of P to beginning of R. يبقى الـ P معانا، الـ QRS مش معانا. طب بتمثل ايه؟ قلت ليه خدتهم مع بعض؟ ان الطالب ذكي الميجرمنت تقول لي بتمثل ايه؟ الـ P معايا اهي، من beginning of P يبقى الـ P معايا، يبقى اترال ديبولاريزيشن. الـ PR segment بتمثل الـ conduction من اترال فنتكل اللي معظمه ضاع في الـ AV node. طب نورمالي كام؟ 3 مربعات ل 5 مربعات، 120 الى 200 من 100 من السكن. تمام؟ 12% الى 20% من السكن. تطول لو انا ما بفكرش ترتيب الاهميه اخدهم بالترتيب، البي كبيره يبقى اترال انلارجمنت. البي ار فيها مشكله يبقى مش عارفين نعدي بالاترال فنتكل. نسمي المرض اللي فيه بطء في التعديه من الاترال فنتكل ايه؟ اترو فنتريكولار بلوك، فيرست ديجري هارت بلوك. ثم كلامش حاتين فيجال ستيميليشن. طب امتى تقصر؟ لو الاس نود بايظه وهبتدي بالايفي نود، ايفي نود ريذم، او ما بستخدمش الاي في نود، في باي باسنج الولف باركنسونيان وايت سندروم. والكلام ده بقوله للزملاء، للزملاء، ما بنقولش حاجات بدون كلينيكال امبورتنس، يبقى بنهرج، يبقى بنعلمش طلبه، يبقى ما نتحطش ضمن 500 جامعه. في الجامعات العربيه ما عندناش غير عدد محدود هو اللي في احسن 500 جامعه. طيب وسمباثاتيك ستيميليشن، نيجي الكيو تي انتر، دي كارثه اخرى عندنا في الجامعات. هنا بنقيسها من beginning to beginning، beginning of QRS اسف to end of T. يبقى خدت بالك الفرق؟ هناك كان beginning to beginning، هنا beginning to end، beginning of QRS to end of T. يبقى QRS معايا والT معايا، يبقى الميجرمنت beginning of QRS to end of T. هناك beginning to beginning، هنا beginning to end. يبقى مين اللي معايا؟ QRS والT. يبقى عارف دي بتمثل ايه الويف دي؟ الـ QRS ventricular depolarization والـ T ventricular repolarization، يبقى بتمثل كهرباء الفنتركل الـ DURE، يبقى يسموه حتى ventricular electrical systole، اللي هي الـ ventricular depolarization plus ventricular repolarization. طب نورمالي قد ايه؟ 2 من 10 4 من 10، يعني دي كانت من 12% ل 2 من 10، دي بعدها بقى 2 من 10 الى 4 من 10، عشان طريقة حلوة في الحفظ. طيب تطول امتى؟ لو الهارت بطأ، كلام شحاتين، decrease the heart rate. وتطول امتى؟ لو الهارت بيشتغل، تقصر امتى؟ لما الهارت يسرع. يبقى تطول لو الهارت بطيء،
وتقصر لو هارت بسرعة. نيجي الكلام المحترم بقى، مفيش كلام زي كده في الدنيا غير في اللي بيتقال في من كلام فارغ. كل دي اهميتها في حاجة اسمها يا اولاد، بص لي فوق، QT corrected. QTC يعني corrected يعني متعدلة. لقوا الآتي: لو قسمنا مدة QT على سكوير روت الجذر التربيعي بتاع مدة PR، اهي ده يسموها corrected QT. تقسم مدة QT على الجذر التربيعي بتاع PR فيسموها QT corrected. هي دي ليها اهمية في الطب، وعاوز تسمع الاهمية. لو لقيتها prolonged ال corrected QT، مش ال QT العادية، ال QT corrected بعد ما قسمت مدة QT على الجذر التربيعي بتاع مدة PR ولقيتها طويلة، فده معناه حاجة من اتنين: اللي عنده ممكن يحصل له sudden death او serious ventricular tachyarrhythmia. يعني دي رهيبة. الQT لوحدها تطول ملهاش قيمة، ما بتطول قلنا لما الهارت يبطل، انما الكوركتد QT، والكلام ده للزملاء مش ليه كولات ولا عباقرة منكم، يعني شوية زيادات صغيرة تفرقك من امتيازك خليك الاول، وتقول له عمرك تقول الله يمسيه بالخير اذا كنت عايش او يرحمه اذا كان توفاني الله. علمنا طب صح، قال لنا QT نفسها ملهاش قيمة. الكوركتد QT نقسم QT على السكوير روت بتاع البي ار، لو لقيناها طويله دي حاجه سيريس جدا، يا هيحصل عندها صادن ديس يا فنتريكولار تاكي اريزمي. وده بيحصل ايه؟ جينيتيكالي، ودي ما نقدرش نمنعها، او بعض الادويه ودي ممكن نوقفها بميديكيشنز. تاني حاله بتشورتن ان يبقى العيان عنده سيفير هايبو كالسيميا. سيفير هايبو كالسيميا. طيب كده بخلصنا اولاد النورمال اي سي جي. انا لاني مش مصدق روحي ان البس كويس، فزي ما عدتكم اقول لك الالكتريكال اكسس اوف ذا هارت ده ما ياخدش وقت طويل، بس موضوع مهم نظري مهم. الالكتريكال اكسس اوف ذا هارت، لما نقول الالكتريكال اكسس اوف ذا هارت فنحن بنعني يا اولاد المين كيو ار اس متوسط. اهم كهرباء عندنا اللي هي كيو ار اس اللي هو الفنتريكولار ديبولاريزيشن، مين كيو ار اس كاردياك فيكتور. انا عايزك تبص لي من فضلك عشان احنا نشوف مع بعض. احنا في الهارت الكهرباء بتبتدي من الاس انود في الرايت، والاتجاه العام للكهرباء كده قلنا تو ذا ليفت اند داونز، بما فيها اتجاه الديبولاريزيشن بتاع الفنتريكل اللي بنتكلم عليه دلوقتي. يبقى ده الاتجاه الطبيعي للكهرباء في القلب. كهرباء بادئه من هنا في الاس انود وماشيه كده تو ذا ليفت اند داونز. فده موضوع مهم وهنشوفه مع بعض، لطيف خالص خالص. يبقى باي ديفينيشن ده سؤال نظري مهم. يبقى احنا النهارده عندنا سؤال نظري مهم والسؤال في اللي هو نورمال اي سي جي، وده عده اسئله داخله ببعض: الويفز، السيجمنتس، الانترفالز، كل واحد لوحده سؤال. طبعا اطول سؤال بتاع الويفز. It is the mean value of ventricular depolarization اللي هو QRS. طيب هنمثله بايه؟ بفكتور. هنرسم سهم، السهم ده له اتجاه وله طول direction amplitude. النورمال كام اهو؟ بص لي ده النورمال، ان الكهرباء جايه من هنا to the right وماشيه كده. لو تخيلت ان انا رسمت دايره على صدرك قلنا بتبقى هنا الزيرو، وتحت البوزيتيف الكترود يبقى هنا بوزيتيف 90، وفوق النيجاتيف الكترود يبقى المفروض هنا نيجاتيف 90. قال لك نعتبر الكهرباء طبيعيه في قلبك لو ماشيه ما بين ناقص 30، ما هو فوق ناقص 30 لزائد 90. ده السيكتور اللي انا مخططه ده. ده نورمال اكسس. لو اثبتنا ان ده اتجاه الكهرباء في قلبك يبقى قلبك اتجاه الكهرباء الاساسيه اللي هي الكيو ار اس، المين كيو ار اس كاردياك فيكتور سليم 100% ما بين ناقص 30 لزائد 90. احفظ معايا ناقص 30 لزائد 90. اما لو لقينا الكهرباء قبل ناقص 30 كده يبقى عنده ليفت اكسس ديفيشن. اما لو لقينا الكهرباء رايحه بعد زائد 90 كده يبقى عنده رايت اكسس ديفيشن، انحراف ناحيه الرايت. يبقى ليفت اكسس ديفيشن ورايت اكسس ديفيشن. طيب
تعال نشوف هل الاكسس ديفيشن انحراف في اتجاه الكهرباء يمكن ان يحدث شخص طبيعي؟ اه طبعا. تعال بص لي اهو، لو شخص قصير 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 متكوك زي رحمه الله يونس الشلبي، يبقى تخيل الشخص اللي قصير متكوك ده كل الفيسرا بتاعته بقت مستعرضه، يبقى في الحاله دي اللي هو قصير متكوك يبقى الهارت هيترفع كده، يبقى رايح ناحيه الكتف الشمال، يبقى عنده ليفت اكسس ديفيشن. طب عكسها شخص طويل ممطوط زي النجم العظيم بتاعنا احمد بدير، واحد طويل ممطوط يبقى كل الفيسرا بتاعته وقعت كده، يبقى دول نورمال عندهم رايت اكسس ديفيشن. يبقى تاني القصير المتكوك اهو كل الفيسرا مستعرضه، يبقى راحت ناحيه ليفت اكسس ديفيشن اتجاه الساعه. واحد طويل ممطوط وقع الهارت كده، يبقى رايت اكسس ديفيشن. طب انتوا فكروا معايا في اللي جايه، الست وهي حامل في بيبي هنا والبيبي ده عمال يرفع الهارت كده، يبقى هيبقى عندها ايه الست الحامل في اثناء الحمل؟ ليفت اكسس ديفيشن. دي اسئله ام اس كيو. احنا يهمنا التغيرات في الفسيولوجي عشان ما اخضش عيان قصير متكوك او طويل ممطوط. قصير متكوك يبقى عنده ليفت اكسس ديفيشن، طويل ممطوط رايت اكسس ديفيشن، ست حامل ليفت اكسس ديفيشن، تحفظ مصمم. انما عندي الاهميه الاكلينيكيه بقى، تعالى افرجها لك قبل ما اوريك ازاي بنقيس ده ونقفل بكده. الرايت اكسس ديفيشن وعكسهم الليفت اكسس ديفيشن. تفتكر لو واحد عنده تضخم في الرايت فنتكل، يسموها رايت فنتكلر هايبرتروفي، يبقى الرايت فنتكل متضخم، يبقى الكهرباء المحصله بتاعتها تروح ناحيه الايه الرايت اكتر، يبقى عنده رايت اكس ديفيشن. طب نيجي بقى الغلطه المشهوره، لو واحد عنده رايت باندل برانش بلوك، عارف كلكم بتقولوا ايه؟ لو عنده الرايت باندل مقطوع يبقى عنده ليفت اكس ديفيشن. في ام اس كيو غلط، بيبقى عنده رايت اكس ديفيشن. ليه؟ فهمتها لك وهعيدها لك تاني. هو يا بابا لما يتقطع الرايت باندل اللي هو عنده رايت باندل برانش بلوك، الرايت فنتكل ده هيتكهرب ولا مش هيتكهرب؟ لو انت اهبل وقلت مش هيتكهرب نرميك بره فورا، مش هيتكهرب يبقى مش هيشتغل، يبقى القلب وقف يبقى العام مات، هيتكهرب. بس بدل ما يمشي على الباند اللي هو سريع بتاع البركنجي يمشي على النورمال فنتريكولار ماسل البطيئه، فالكهرباء تقعد فتره اطول اطول في الرايت سايد اطول، فالمحصلة تبقى رايحة ناحية الرايت، لأن الكهرباء قعدت في الرايت أطول من الليفت، فالمحصلة راحت ناحية الرايت، يبقى عندهم رايت أكس ديفيشن. يبقى تاني اللي عنده رايت فنتريكو هايبرتوفي يبقى عنده رايت أكس ديفيشن، عنده رايت باند برانش بلوك رايت أكس ديفيشن. أمال مين اللي ليفت يبقى رايت؟ أنت هتفهمها على طول، اللي عنده ليفت مايوكارديال انفاركشن، حتة ميتة في القلب في الناحية الشمال ميتة، يبقى ما فيهاش كهرباء، يبقى المحصلة تروح ناحية الرايت. يبقى حفظتها الاجيال، وحتى بقى انا بعشق الرسم يا اولاد. يبقى امتى الرايت يبقى رايت؟ لما يبقى عنده رايت هايبرتوفي او رايت باند برانش بلوك. امتى يبقى ليفت وتختار رايت؟ لو كان انفاركش، لو حته الشمال ميته الكهرباء تروح يمين. اظن بقى انتوا هتقول لي اللي بعدها سهل قوي. طب اللي عنده ليفت باند برانش بلوك، طيب لازم الليفت فنتكل يشتغل، بدل ما الكهرباء هتمشي على البندل هتمشي على الفنتريكولار ماسل ببطء، يبقى الكهرباء تقعد اكتر في ناحيه الليفت، يبقى المحصله ناحيه الليفت، يبقى ليفت اكس ديفيشن. اللي عنده ليفت هايبرت في تضخم في القلب الشمال يبقى عنده ليفت اكس ديفيشن. طب امتى رايت وتقول ليفت؟ لو عنده رايت مايوكارديال انفاكشن، حته ميته في الناحيه اليمين يبقى المحصله هتروح ناحيه الشمال. شفتوا الطب لطيف ازاي يا اولاد؟ سهل بس عاوز فهم. الدكتور النابه الواعي دكتور بيفكر، الحفيظ ده اللي معتبر روحه في كتاب الطب ده ما هوش نافع، وفي من يرسخه لذلك لسوء الحظ من الزملاء، يقعد يقول لك احفظ وعاوزين بالظبط زي الكتاب، زي كلام يعني بصوا ما فيش داعي لبخ. ده بلاد كلها حضارات، حضارة سبأ وبابل والأشوريين وحضارة الفراعنة هيجيبوها لنا ورا كلها بالطريقة دي بأمثال هؤلاء، احفظوا زي الكتاب والحاجات الكلام الفضايح. احنا هنا عندنا في كل حتة محترمة في العالم يقول لك ده الكوريكولم ده اللي مطلوب، واللي يعرف أكتر في الكوريكولم يبقى هو الطالب النابه أكتر.
الآن نحن في ثورة معلوماتية على مستوى الدول وعلى مستوى الأفراد. وأقول شرع الله لا يخشى من عباده إلا العلماء اللي عنده علم. هم بقى هيبوظولنا المخنة. يقول لك احفظ لذا الكتاب، والكتاب أساسا مكتوب فيه قشور لا تصلح للشيء. أنا ما أعرفش أتكلمش على كتاب بوجه خاص، إنما عموما في كتب محترمة وفي كتب أقل احتراما، عشان نبقى كده كويسين. لما مش هقدر احكم على حاجه ما شفتش كل حاجه، في عدد من اللي شفتهم لم اعجب، لكن في عدد من اللي شفتهم كتب محترمه جدا جدا جدا. نتمنى الناس، واهو بقول معلومات، ضيفوها حطوها. يبقى انت تقول ليفت وانت تقول رايت، تتعلمها حاله واحده فعل فيها تعكس. لو انفاركشن، لو قال لك انفاركشن في الليفت يبقى رايت، انفاركشن في الرايت يبقى ليفت. انما الغلطه لو قال لك رايت باندل برانش بلوك يبقى رايت اكسيفيشن، ليفت باندل برانش بلوك يبقى ليفت اكسيفيشن، والهايبرتروفي طبعا واضحه. ده 10 اسئله في الام اس كيو. ازاي بنعين الاكسس؟ ده يا اولاد سؤال عملي بس هقوله في عجاله وهعيده تاني مع العملي باذن الله، وممكن يجي لك في النظري طبعا. ازاي تعين الاكسس؟ ديتيرمينيشن اوف الكتريكال اكسس. في 3 طرق، 2 منهم لا يستخدمها، كل العالم بيستخدم الكويك ميثود اللي هي اركز عليها، انما التانيين نقولها بنسلي روحنا. ازاي بنعرف الاكس؟ اول حاجه بالستاندرد ليم بليدز اللي هو الانتوفن ترانجل، اللي هو الراجل اللي قلنا اللي اكتشف كهرباء القلب وخد جائزه نوبل في سنه 1924 في كهرباء القلب، اللي عمل اول بريك ثرو في معرفه كهرباء القلب. بحب اقول لكم تاريخ عشان نبقى برضو كاننا بندرس اللي بقوله في اي جامعه في امريكا او في كندا، اقوله لكم انتم احنا حق كعرب، حتى عشان لما تقولوا الناس تحترمكم. يبقى بتدرسوا التاريخ بتاع القصه، بتبجلوا الناس اللي عملوا، مش احفظ زي الكتاب. يلا ستاندرد ليم ليدز او انتوفن سترانجل. انت بيبقى عندك ورقة مرسوم عليها مثلث متساوي الأضلاع، وبعدين هتعمل 4 خطوات. الخطوة الأولى عاوز تعين مركز القلب. احنا قلنا طبعا الثلاث أضلاع ده، الضلع ده بيمثل ليد 1 اللي هو ما بين الرايت آرم نيجاتيف والليفت آرم بوزيتيف، حافظينه. الضلع ده بيمثل ليد 2 والضلع ده بيمثل ليد 3. قلنا البوزيتيف تحت عند الليفت فوت والنيجاتيف فوق. ده مرسوم، يعني انت هيبقى طابعين لك الرسومات دي، المثلثات دي، وانت حتى ما تشتغل بس ما حدش قلت بيستخدم الطريقه دي بتبقى طابع المثلث ده. اول خطوه انت عاوز تجيب مركز القلب. احنا عارفين القلب بيبعد ابعاد متساويه من الثلاث نقاط دول، من الثلاث رؤوس بتاع المثلث. تعملها ازاي وانت طفل مش في الطب؟ تقيم 3 اعمده من منتصفات الاضلاع، يعني منتصف الضلع ده تقيم عمود، ده عمود، ده عمود. ال 3 perpendiculars had intersect في نقطة اسمها point A، هي ده مركز القلب. يبقى أول نقطة في الأربعة إيجاد مركز القلب. إزاي؟ بإقامة 3 أعمدة منتصفات الأضلاع تلتقي في نقطة، نقطة A هي ده مركز القلب. طيب نيجي بعد كده تمسك الورقة بتاعت العيان بتاعت الإي سي جي وتتفرج على الكيو ار اس بس في ليد 1. شوف شكل الكيو ار اس في ليد 1، شوف شكلها ايه. وبعدين اهي هفرضها كده مثلا اهي عشان نبقى بنتكلم. نفرض دي الكيو ار اس بتاع ليد 1. انت عارف في مربعات، هدي مثال سهل، تعد الار دي كام مربع لفوق؟ مثلا 10، فتكتب على الورقه دي بلس 10، والكيو نازلة لتحت مربع واحد يبقى ناقص 1، والاس نازلة مربعين ناقص 2. محصلة الكيو ار اس في ليد 1 تبقى كام؟ 10 بوزيتيف وناقص 1 وناقص 2 يبقى ناقص 3 نيجاتيف، يبقى المحصلة زائد 7. المحصلة زائد 7. دي تاني خطوة. تمثلها بيانيا على ليد 1. خد بالك انت عندك رقم واشارة. 7 يبقى تجيب المسطرة وتقيس 7 ملم، وإشارة بوزيتيف يبقى السهم في اتجاه البوزيتيف. لكن لو كانت المحصلة نيجاتيف هيبقى السهم في اتجاه النيجاتيف. وتعيد نفس الكلام في ليد 2 ونفس الكلام في ليد 3، وإن كان على فكرة كفاية 2 ليدز، غباوة إنك تعملهم في الثلاثة.
كفايه اثنين، لكن خلينا نقول تعملهم في الثلاثه. من رؤوس الاسهم تقيم ثلاث اعمده اخرى هتانترسكت في بوينت بي، دي الخطوه الثالثه، توصل اي بي، يبقى هو ده الالكتريكال اكس اللي هو واضح كده بالويم انه في الـ في الـ في الـ ماشي في الـ في الـ في السيكتور المظبوط. يبقى دول اربع خطوات هتجيلك في العمل. يبقى الخطوه الاولى ايجاب مركز القلب، نقيم ثلاث اعمده من منتصفات الاضلاع بتاع انتوبين ترانجل اللي هو جايبه لك مرسوم، ثلاث اعمده بوينت اي دي مركز القلب. اثنين، نمثل الكي ار اس فليد 1 وفليد 2 وفليد 3 من الورقه اللي هيجيبها لك بتاعت العيان. ازاي؟ هتشوف كل عندك الار والكي والاس، اللي فوق هتحسبه بالبوزيتيف وتقيسه بالمربعات، اللي تحت تحسبه بالنيجاتيف. وزي ما قلت في الرسمه اللي قلتها لكم كان الار 10 بوزيتيف، الكيو ناقص 1، الاس ناقص 2، يبقى المتوسط 10 بالبوزيتيف و1 و2 بالنيجاتيف، يبقى 3 بالنيجاتيف و10 بالبوزيتيف، يبقى زائد 7، يبقى عندك رقم واشاره. الرقم يقول لك تعد كم ملي، تقيس بالمسطره كم ملي، 7. الاشاره تقول لك هترسمه ناحيه البوزيتيف ولا ناحيه النيجاتيف. تاني خطوه تمثل الكي ار اس ليد 1 وليد 2 وليد 3. تالت خطوه تقيم ثلاث اعمده من منتصفات الاضلاع هيلتقوا في بوينت بي. اسف اذا انا قلت غلط. تقيم ثلاث اعمده من رؤوس الاسهم، اول تلات اعمده بتقيم من منتصفات الاضلاع، تاني الخطوه الثالثه ثلاث اعمده من رؤوس الاضلاع تلتقي في بوينت بي توصل اي بي، يبقى هو ده الالكتريكال اكس. يبقى تلات اعمده خطوه اولى من منتصفات الاضلاع يلتقوا ينترسكت في بوينت اي، ده مركز القلب. تاني خطوه تمثل الكيو ار اس فليد 1 وليد 2 وليد 3. تالت خطوه تقيم ثلاث اعمده اخرى، ثلاث اعمده اخرى من رؤوس الاسهم يلتقوا في نقطه اللي هي بي. الخطوه الرابعه توصل اي بي. تاني طريقه اسهل، ليد 1 وليد 3 في الهكسا اكزيال ريفرنس سيستم، فاكره اللي وريت لك الرسمه بتاعتها اهو، هيجيبها لك مرسوم، هتختار منهم ليد 1 وليد 3 اهو، ليد 1 وليد 3. فاكر لما حركنا ليد 3 ده كده فجاء عند هنا اهو ليد 3، وحركنا ده لفوق فالتقى هنا لوحده، يبقى ده ليد 1 اهو وده ليد 3 اهو. هو بقى وفر عليك خطوه، هما ملتقوا في نقطه اللي هي ايه، خلاص اول خطوه راحت. تاني خطوه تعملها بنفسك، هتمثل الكيو ار اس على ليد 1 وهتمثل الكيو ار اس على ليد 3. ده منين هتمثله؟ هيديك ورقه الاي سي جي بتاعت العيان تبص فيها، في ليد 1 تجيب الكيو ار اس هيبقى عندك رقم واشاره، الرقم يقول لك هتقيس كم ملي والاشاره تقول لك ناحيه البوست ولا ناحيه النيجاتيف، تمثله في ليد 1 وليد 3. الخطوه الثالثه تقيم عمودين من رؤوس الاسهم، عشان كده قلت كفايه اثنين، هيلتقوا في نقطه بي. الخطوه الرابعه توصل اي بي، هي ده الالكتريكال اكس، وبرضه مظبوط. طيب الطريقه بقى الكويك ميثود اللي بيستخدمها كل العالم يا اولاد، محدش بيعمل العبط ده دلوقتي، احنا هنقعد نرسم نعبط، مفيش الكلام ده. ايه الكويك ميثود؟ لطيفه جدا، وانا هقولها لك بطريقه حلوه وبتجي لك بقى في العمل وورد وايد، هي دي اللي بتيجي. العالم يفكر يا اولاد، الناس بتفكر، هو احنا الاتجاه العام للاكسز من ناقص 30 اهي لزائد 90، ده السيكتور المظبوط، يعني الاتجاه العام تو ذا ليفت اند داونز. يبقى خليك معايا، يبقى الاتجاه العام ايه؟ ركز في اخر كلمتين، تو ذا ليفت اند داونز. يبقى لو خدت ليد 1 اللي هو الليفت فيه بوزيتيف يبقى الكهرباء رايحه له اكتر من النيجاتيف، وخدت الاي في اف اللي هو داونرز اللي داونرز فيه البوزيتيف الكهرباء رايحه له اكتر من فوق، مفروض ان في ليد 1 وفي الاي في اف يبقى الكيو ار اس بالنظر كده معظمها لفوق، يبقى حيث ان الكهرباء رايحه، نفهم مع بعض الاتجاه العام تو ذا ليفت اند داونرز، يبقى مفروض ليد 1 اللي هو البوزيتيف الكترود تو ذا ليفت،
والاي بي اف اللي هو البوزيتيف الكترود داونودز. في الاثنين دول في ليد 1 والاي بي اف الكهرباء رايحه للبوزيتيف، يبقى مفروض يطلع كيو ار اس لفوق بالنظر. فحضرتك هتمسك الورقه بتاعت العيان وتبص فقط على ال1 اللي هو الليفت البوزيتيف بتاعه والاي بي اف اللي هو البوزيتيف بتاعه داونودز. لو لقيت رسمتين لفوق يبقى ده 100% عنده نورمال اكسس، بس سهله من غير ما ترسم ولا حاجه. طيب تعال نفكر مع بعض. لو العيان عنده رايت اكسس ديفيشن، يعني جايه بعد ناقص 90 اهو رايت اكسس ديفيشن، يبقى بالنسبه للاي في اف هي اولاد رايحه للبوزيتيف برضه، يبقى لازم يطلع كيو ار اس بوزيتيف. لكن بالنسبه لليد 1 مش رايحه ناحيه البوزيتيف، سايب نورمال كده اهو النورمال، انما رايحه ناحيه النيجاتيف. يبقى الكيو ار اس كده بالشكل بالمنظر معظمها لتحت. يبقى لو لقيت الاي في اف لفوق و1 لتحت بالنظر من غير حساب، يبقى على طول شخص ده رايت اكسس ديفيشن. خلاص الشيطان يرمز له بالناحيه الايه بقى؟ الشمال. هنا بقى الشمال اللي فيها مشكله يا اولاد، هنشوف مع بعض. في الليفت اكسس ديفيشن هنا اهو العيان ده عنده، نحطها كده نرجع تاني شويه كده، ليفت اكسس ديفيشن اللي هو بعد ناقص 30، يبقى بالنسبه لليد 1 ما زال رايح ناحيه البوزيتيف، يبقى في ليد 1 الرسمه تطلع شكلها بوزيتيف. طب بالنسبه للاي في اف تحت، خلاص دي اللي هي اسف صلحها حالا معلش. بالنسبه للاي في اف تحت اهي لا مش رايحه للاي في اف مظبوط، ده هي رايحه بعيد عنها، يبقى في الاي في اف مفروض انها تطلع الرسمه معظمها نيجاتيف. طب مفروض اقول في هذه الحاله ان ده عنده ليفت اكسس ديفيشن صح؟ ليه بقول بقى الشيطان يقع في الناحيه اليسرى؟ تعالى بقى اوريك حاجه، مش احنا قلنا النورمال ما بين ناقص 30 وزائد 90؟ اه. طب تعالى بقى واحد عنده الاكسس هنا، يبقى ده ما بين ناقص 30 وزائد 90 يبقى نورمال. طب عليك قاعده، في ليد 1 الرسمه طلعت بوزيتيف خلاص، طب وفي الاي في اف لا مش رايحه البوزيتيف رايحه لفوق طالعه نيجاتيف. يبقى لو طلعت ليد 1 بوزيتيف والاي في اف نيجاتيف في احتمالين، يا اما يبقى عنده ليفت اكسس ديفيشن فعلا، يا اما نورمال بس في السيكتور بتاع ال 30 دول. نفس الكلام يعني في الحالتين هنا بتبعد عن الاي في اف اللي تحت، فالاي في اف بتطلع نيجاتيف، انما رايحه للبوزيتيف 1 فليد 1 الكيو ار اس بتطلع بوزيتيف، بس ده نورمال وده ليفت اكسس ديفيشن. يبقى لازم نستعين بصديق هو اللي يحل لنا المشكله دي. مين الصديق بقى؟ في حاله الليفت اكسس ديفيشن بص على ليد 2 كمان، فقط لو طلعت ليفت اكسس ديفيشن. ادي ليد 2 يا اولاد اللي هو بيبقى ما بين الرايت ارم والليفت ليج، هنا النيجاتيف وهنا البوزيتيف. لو انه فعلا ليفت اكسس ديفيشن يبقى جا كده بعد ناقص 30، يبقى رايح ناحيه مين؟ النيجاتيف الكترود، يبقى كمان في ليد 2 هتبقى نيجاتيف. لو كانت هو نورمال بالشكل ده يبقى بالنسبه لليد 2 لا رايحه اكتر للبوزيتيف منها ليل، هنا هيبقى النيجاتيف، يبقى رايحه يبقى في ليد 2 هتطلع بوزيتيف. حتى ارسمها لك اهو، يبقى ليد 2 في هذه الحاله هو الفيصل. يبقى في الليفت اكسس ديفيشن لازم تستعين بصديق اللي هو ليد 2. لو لقيته في كمان في ليد 2 نيجاتيف يبقى ده ليفت اكسس ديفيشن، في ليد 2 بوزيتيف يبقى ده ستيل نورمال بس في السيكتور ده، في السيكتور بتاع ال 30. يبقى تاني يا اولاد تاني اشرحها دي كده، احنا خلصنا على فكره، بس عشان لو ما فهمتهاش مع العبد الله بتبقى الموضوع صعب شويه. احنا قلنا تاني المعلومه الاولى كده،
الاتجاه الطبيعي للاكسس متفقين معلومه في الام اس كيو ما بين ناقص 30 هنا ما هنا الصفر يبقى هنا ناقص 30 وزائد 90 فاحنا اخترنا تو ليدز واحد فيه البوزيتيف هو الليفت اللي هو ليد 1 فمفروض الكيو ار اس تطلع بوزيتيف واحد فيه البوزيتيف اللي هو داونرز هو الاي في اف فمفروض برضه تطلع فيه بوزيتيف فحضرتك كده هتيجي وتحط صوابعك الاثنين كده واحد على ليد 1 واحد على الاي في اف عشان ما تلخبطش في الورقه بتاعه العيان لو لقيتهم الاثنين بوزيتيف اكتب في العملي نورمال اكسس طيب اما لو العيان عنده رايت اكسس ديفيشن هتحط ايديك كده على الليد 1 والاي في اف رايت اكسس ديفيشن بالنسبه للاي في اف زي الفل اهي جايه للبوزيتيف يبقى هتبقى بوزيتيف انما بالنسبه لليد 1 هنا البوزيتيف وهنا النيجاتيف لا هي رايحه اكتر للنيجاتيف اكتر للنيجاتيف يبقى دي هتطلع نيجاتيف فلو لقيت ليد 1 نيجاتيف يبقى ده رايت اكسس ديفيشن المصيبه بقى امتى لو حضرتك لقيت اللي هو الليفت الشيطان يقع في اليسار الرايت ده زي الفل احنا اهل مين لو العيان عنده ليفت اكس ديفيشن يبقى بالنسبه للاي في اف مفيش مشكله يبقى 100% هنا مش رايح للبوزيتيف رايح للي فوق اللي هو نيجاتيف يبقى هيطلع الكيو ار اس معظمها لتحت على النيجاتيف انما بالنسبه ليد 1 زي الفل هي رايح للبوزيتيف ففي ليد 1 تطلع بوزيتيف بس بس هنا في احتمال تاني انها تبقى نفس النورمال اللي في السيكتور ده بقى ادى نفس المنظر ما انت بتقول لي الاكسس نورمال ما بين ناقص 30 وزائد 90 اهي يا حبيبي زائد ناقص 30 ما عدتهاش هنا هتطلع بوزيتيف في ليد 1 وستيل نيجاتيف في الاي في ار لانها بعيد عنها يبقى لابد بالاستعانه بمين يا اولاد؟ بصديق من هو الصديق؟ ليد 2 ليد 2 هو الصديق بتاعنا في هذه الحاله لو هو فعلا ليفت اكس ديفيشن ادي ليد 2 هنا البوزيتيف هنا النيجاتيف يبقى رايح ستيل اكتر ناحيه النيجاتيف يبقى كمان في ليد 2 نيجاتيف يبقى لو ليد 2 كمان نيجاتيف يبقى هنا العيان ده 100% مريض ليفت اكس ديفيشن انما لو كنا في السيكتور الصغير ده يبقى في ليد 2 احنا اقرب للبوزيتيف يبقى هتطلع كيو ار اس في ليد 2 بوزيتيف يبقى عندي 2 بوزيتيف يبقى ده يخليك لا ده شخص نورمال انا بقولها علمتها الاجيال بطريقه رائعه هوريها لك هنا يا اولاد بقى and you'll never forget it the rest of your life من الهدايا اللي بحب اهديها لدكاتره وورد وايد انسى العبط اللي قلناه قبل كده في الطريقتين بتاع الستاندر لين بليدز والانتوفنس ترانجل والهكس اكزيا ريفرنس ما حدش بيستخدم كامل انت ورقه العيان بتفردها بتاعت اي سي جي وبتحط صوابعك وما طبعا مرسوم 12 رسمه بس عشان ما تلخبطش بتحط صوابعك على ليد 1 وعلى الاي في اف بالشكل ده وتبص لو لقيت الاثنين بوزيتيف اكتب نورمال اكسس لقيت واحده بوزيتيف وواحده نيجاتيف اكتب اكسس ديفيشن بس ما تحددش تكتب اكسس ديفيشن بص لو لقيت صباعك اليمين هو اللي على البوزيتيف اكتب رايت اكسس ديفيشن يبقى خليك بوزيتيف المهم صباعك مين اللي على البوزيتيف الاثنين بوزيتيف نورمال واحد بوزيتيف واحد نيجاتيف يبقى في اكسس ديفيشن صباعك اللي على اليمين هو اللي على البوزيتيف يبقى رايت اكسس ديفيشن صباعك اللي على الشمال هو البوزيتيف الشمال اهو هو البوزيتيف اهي الساعه اهي يبقى صباعك اللي على ده هو البوزيتيف يبقى ده ليفت اكسس ديفيشن في الليفت اكسس ديفيشن لا بقى لانها ممكن تبقى ليفت اكسس ديفيشن او نورمال تستعين بليد 2 ليد 2 بوزيتيف يبقى ده نورمال ليد 2 كمان نايل يبقى ده ليفت اكس ديفيشن يبقى تاني الطريقه الكويك ميثود بتاخد ثانيه حضرتك بعد ما تطلع ورقه العيان تحط صباعين بتاع ايدك الشمال اهي ايدك الشمال وبتاع ايدك اليمين تحط صباعين واحد على ليد 1 وواحد على اي في اف علمتها الاجيال حتى افتكر الراجل بتاع كارديولوجي كنا ابنه برضه حضر محاضرة فقال لي دي طريقة رائعة الولد النو تايم بيجيبها ده الايد الشمال الايد الشمال اهي تحطها هنا على ليد 1 والايد اليمين على الاي بي اف حط صابعك اتنين الاتنين بوزيتيف هتكتب في العملي نورمال اكسس لقيت واحد بوزيتيف وواحد نيجاتيف اهي
خليك بوزيتيف، اللي عليه اللي صباعك البوزيتيف عليه هو ده الاكسس ديفيشن. هنا ايدي اليمين يبقى رايت اكس ديفيشن، هحط صابعي كده اللي بوزيتيف هو الشمال يبقى ده ليفت اكس ديفيشن. لما تلاقي ليفت اكس ديفيشن ما تكتبش القرار، استنى استعين بصديق اللي هو ليد 2. ليد 2 كمان منيل يبقى الاكس اكس ديفيشن، ليد 2 سليم يبقى ده نورمال واقع في السيكتور بتاع ال 30. خلص ذات ايزي. ولا تنسى راجع لك بقى الاسئله الام اس كيو في عجاله. النورمال يا اولاد قلت انت اختار بقى، يلا المسابقه دي سهله، اختار يا ليفت يا رايت. شخص قصير متكوك يوني الشلبي هيبقى عنده ايه؟ هيبقى كل الفيسره خلاص بدل ما قلبه كده هيبقى الفيسره يعني مستعرضه، يبقى عنده ليفت اكس ديفيشن. شخص طويل ممطوط اللي هو احمد بدير يبقى عنده رايت اكس ديفيشن. ست حامل يبقى البيبي هيرفع القلب كده يوديها ناحيه الليفت، ليفت اكس ديفيشن. وبعدين لما يقول لك رايت فينتريكولار هايبرتروفي، رايت باندل برانش بلوك، رايت انفاركشن، مين كلهم تختار الرايت رايت ما عدا مين؟ الانفاركشن، لما حته يمين تموت الكهرباء تروح الشمال. يبقى في الامراض الرايت رايت ما عدا الانفاركشن، والليفت ليفت ما عدا الانفاركشن. وهنعمل مسابقه كده سريعه يا اولاد وجاوبوا. انا هقول وانت على الـ 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 الفيديو قول لي هل رايت ولا ليفت، بس ده الفكره. يوني الشلبي ليفت اكس ديفيشن، واحده ست حامل ليفت اكس ديفيشن، احمد بدير رايت اكس ديفيشن. احمد بدير يعني ايه؟ تول اند ثين، مش هيجيب لك احمد بدير في الامتحان. يوني الشلبي يعني ايه؟ شورت ستاوت، قصير متكوك، تاني طول اند ثين، ست عامل بريجنس. طيب اختار رايت مايكاردا انفاكشن، ليفت اكس ديفيشن، ليفت باندل برانش بلوك، ليفت اكس ديفيشن، رايت فينتريكولار هايبرتري، رايت اكس ديفيشن. ادي الاسئله في العملي. يبقى في الباثولوجي كل الرايت رايت وكل الليفت ليفت، حتى الباندل حتى الباندل، مين اللي تعكس؟ انفاركشن. طب وفي الطبيعي قصير متكوك ليفت، ست حامل ليفت، طويل ممطوط تبقى رايت. ازاي بتشخص؟ بتحط صباعين، صباع الايد الشمال واليمين على ليد 1 والاي في اف، الاثنين بوزيتيف يبقى نورمال اكس ديفيشن، واحده بوزيتيف واحده نيجاتيف يبقى تكتب اكسس، اسف نورمال اكسس الاولانيه، الاثنين بوزيتيف يبقى تكتب نورمال اكسس، واحده بوزيتيف واحده نيجاتيف يبقى في اكسس ديفيشن. بس لسه مفكر، خليك بوزيتيف، اللي البوزيتيف ايدك عليها هي دي، لو ايدك اليمين على البوزيتيف ايدك اليمين على البوزيتيف رايت اكس ديفيشن، ايدك الشمال اللي هو في ليد 1 هي اللي جت على البوزيتيف يبقى دي في احتمالين، يا ليفت اكس ديفيشن يا نورمال. استعين بصديق اللي هو ليد 2، ليد 2 زي الفل يبقى العين زي الفل يبقى نورمال اكس، ليد 2 كمان منيله يبقى ليفت اكس ديفيشن. يبقى في الليفت بنستعين بالصديق، في الرايت لا نستعين بالصديق، الاثنين بوزيتيف يبقى نورمال، واحده بوزيتيف واحده نيجاتيف يبقى في اكسس ديفيشن. خليك بوزيتيف دائما، ايد البوزيتيف ايدك اللي على البوزيتيف هي اللي تقول لك نوع الديفيشن، لو ايدك اللي على البوزيتيف هي اليمين يبقى رايت اكس ديفيشن، اللي هي الشمال تبقى تفكر هل هي ليفت اكس ديفيشن ولا نورمال، تستعين بليد 2، ليد 2 منيل يبقى ليفت اكس ديفيشن، ليد 2 كمان هو بوزيتيف يبقى نورمال. انا عارف اطلت عليكم شويه بس ما بصدق يا اولاد يبقى البس ماشي شويه، يعني ان يعني نفذ صبري بالامس لحد بس ما اغادر هذا المكان ونشوف مكان الطف نعمل منه البس. وفي النهايه يا اولاد يعني احب اشكركم على وقتكم، واتمنى اكون افدتكم، ولم يبقى الا الدعاء بالتوفيق وفقكم الله. شكرا، واتمنى تبقوا فهمتوا رسام القلب النورمال وهو واحد من اهم الموضوعات، وعرفت الاسئله الانترفلز وجاوبتها لك اجابات للاوائل والسيجمنتس والويفز كل واحده، وبعدين الاكسس ديفيشن. تقريبا كده احنا خلصنا الاي سي جي، لان الابنورمال هسيبه مع العملي ابقى اقوله لكم شويه الحاجات اللي عليكم فيها في الابنورمال ويمكن